عقب مفاوضات ضنينة بين القاهرة وموسكو، أخيرا تم الاتفاق على عودة حركة الطيران الروسي إلى مصر أول أكتوبر المقبل. ارتفاع عدد ضحايا مركب رشيد الغارق إلى 184 جثة بعد انتشال حطام المركب. وحرس الحدود تضبط 411 مهاجرا غير شرعي في رشيد وأبي قير. الحكومة تتعاقد مع شركة عالمية لفحص القمح المستورد وتعود للعمل بمواصفات عام 2010. البنوك المصرية تدرس اقتراح الرئيس الخاص بالفكة، والرئيس التنفيذي لتحيا مصر يؤكد عائدها يخصص لصالح المشروعات. محافظ القاهرة يؤكد إخلاء العشوائيات المهددة للحياة خلال عام 2017، وفي نفس العام مفيش زبالة في الشوارع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل والورد والياسمين. أحلى سادة مشاهدين، مشاهدي الحياة اليوم، اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2016 من الميلاد. و يعني اتساقا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشروا بالخير تجدوه واستبشروا بالخير تجدوه، احنا بنحب دايما نبشر ولا ننفر، ونبدا بالاخبار اللي فيها نوع من انواع الايجابيه، نوع من انواع التفاؤل. امبارح بدانا لحضراتكم بخبر اعتقد ان هو مفرح وسعيد جدا، وهو رفع الحظر الروسي ورفع الحظر الاوروبي عن الصادرات والحاصلات الزراعيه المصريه، وخصوصا وتحديدا الفراوله، بعد ثبوت خلوها من كل الامراض والفيروسات والاتهامات التي حاولت كل الجهات المغرضه والاعداء لمصر ان هم يشوهوا بها الحاصلات الزراعية. وامبارح كلمتكم ايه السبب في هذه الهجمة، هو ضرب الاقتصاد عن طريق ضرب التصدير، وضرب التصدير معناها ان مفيش دولار هيخش البلد ولا عملة صعبة، وكمان لما مفيش تصدير يبقى مش هفي انتاج، لان اللي بيزرع الفراولة بيزرعها عشان ياخدها يصدرها، فما بتتصدرش يبقى مش هتتزرعش، يبقى هنجيب ضرف. فالحمد لله الذي عافانا، ويمكرون والله خير الماكرين. الحمد لله هذه الأزمة انقشعت. النهاردة أزمة كبيرة كمان انقشعت عايز أبشر حضراتكم بيها، وأيضا مصدرها روسيا. بعد مفاوضات مكثفة مع الجانب الروسي ومن خلال خبراء الأمن والطيران المصري، قررت روسيا اليوم رسميا رفع الحظر السياحي عن مصر وإعادة السياحة الروسية إلى مصر وإلى كل المطارات المصرية، سواء مطار القاهرة أو مطار شرم الشيخ أو مطار الغردقة أو مطار الأقصر أو مطار أسوان أو باقي المطارات المصرية، اعتبارا من أول أكتوبر. وأول أكتوبر ده معناها بعد 3 أيام، يعني القوافل والجحافل، وزي ما قلت لكم امبارح الفراولة الروسية هتيجي لمصر إن شاء الله من أول أكتوبر. مصادرنا في الحياة اليوم أكدت لنا هذا الخبر منذ ساعات، أنه هذا المساء أو بالكتير بكرة الصبح سيصدر هذا القرار اللي تم اتخاذه في روسيا برفع الحظر الجوي عن السياحة المصرية، وبالتالي سيعود السائحون الروس. واللي ما يعرفش أو مش عالم قوي بعوالم السياحة أو بمجال السياحة، الروس بالنسبة للسياحة المصرية أهم عنصر أجنبي قاطبة. يعني لو قلنا إن في مثلا 10 مليون سايح أجنبي بيجوا مصر، ده وقت العز، دلوقتي الحمد لله على كل شيء، لكن وقت العز في 2010 كده، لو قلنا إن في 10 مليون سايح، 5-6 مليون منهم لوحدهم روس، والباقي تشكيلة بقى فرنساويين على طلاينة على ألمان على إنجليز على مش عارف إيه على كذا. فالروس عندما يمتنعون عن السياحة في مصر تضرب السياحة المصرية في مقتل. عشان كده اللي كان عايز يضرب السياحة المصرية في مقتل وضربها فعلا، وقع طيارة روسية، اختاروا نوع الطيارة وجنسية الطيارة عشان يعرفوا ازاي يوجعوا مصر. لو كان ضرب طيارة بنجلاديشية، مع كامل الاحترام طبعا لبنجلاديش، ما احنا ما عندناش سياحة من بنجلاديش، ما كانتش السياحة اتأثرت، لكن هو جه عرف اين تؤكل الكتف. الحمد لله رب ضارة نافعة، انقشعت الأزمة، وبعد 3 أيام سيعود السائحون الروس إلى
المدن المصرية سياحة واستمتاعا. لكن عشان تبقى رب ضرة نافعة فعلا، وانا قدامي يمكن دقيقة او دقيقتين بس على الفاصل، عشان تبقى رب ضرة نافعة ونستفيد من الدرس، انا متأكد ان احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله امننا مطاراتنا بشكل كامل، وده مش يخليني اطمن واصدق بس المسؤولين المصريين، لا، الروس بقالهم شهر، المسؤولين الروس بقالهم شهر هنا ما سابوش شردة ولا وردة ولا حمام ولا مكتب ولا متر مربع في مطار القاهرة إلا لما كشفوا عليه وأمنوه 100%. فده شيء أنا إن شاء الله بعد ستر ربنا متأكد من سيطرة القوات الأمنية على سواء مطار شرم الشيخ أو القاهرة أو الأقصر أو الغردقة أو غيرها. يتبقى بقى مين العنصر الأهم الأهم في التعامل مع السائح؟ حضرتك وحضرتي الناس. سيبكم من وزارة السياحة دي هنتكلم فيها بعدين، وانا ناوي ان شاء الله اتفق مع زملائي الاسبوع الجاي نعمل فقرة عن صناعة السياحة في مصر، لان احنا لحد النهاردة السياحة عندنا هواية، اللي بيعرف يتكلم لغتين، اللي بيعرف يعاكس، اللي بيعرف ياخد الاجنبي يضحك عليه ويشتري له برديات مضروبة وبتاع، هي دي السياحة عندنا. لكن الصناعة بتاعت السياحة محتاجين نتكلم فيها مع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وكذا، عشان نعرف ازاي ال10 مليون سائح دول يبقى 100 مليون. احنا مش من اقل من فرنسا واسبانيا اللي ما عندهمش اثار وبيخش لهم 100 مليون سايح في السنه. يبقى احنا بقى احنا نتعامل مع السايح على انه مصدر دخل، مصدر دخل. المصري سواء في الشارع او في الاماكن السياحيه او في الاماكن الاثريه عليه ان يعلم ان هذا السائح او هذه السائحه، انا بقول لكم الكلام اللي بجد، ان السائحه دي مش مزه مستباحه نتحرش بيها ونغتصبها ونقعد نطلع تربنتينها ونعكسها، لا، السائحة دي تلبس اللي هي عايزاه لأنها سايحة، هي كده كده سايحة. والست دي عبارة عن مصدر دخل لمصر، السايح ده مصدر ده دولار ماشي على الأرض، السائحة دي دولار ماشي على الأرض. حد يتحرش بالدولار؟ حد يعمل كده بالنعمة؟ أرجوكم حافظوا على السائحين عشان تحافظوا على السياحة، لأن احنا اتقرصنا وجربنا اللي السياحة. نلتقي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. امبارح كنا اتكلمنا في البرنامج عن المشروع الضخم اللي تم افتتاحه بالامس من قبل رئيس الجمهورية لما كان في محافظة الاسكندرية، وهو مشروع تطوير العشوائيات، المشروع المسمى بغيط العنب، وتسليم الاهالي مجموعة كبيرة من الشقق السكنية بين قوسين الادمية اللي تم تجهيزها وتم تسليمها بالامس الى الاهالي. وحتى شفنا تجول الرئيس مع بعض القيادات العسكرية وبعض القيادات التنفيذية، وزير الإسكان وغيرهم في هذه الشقق للاطمئنان على سلامتها ومطابقتها المواصفات الآدمية في العيش الكريم، من حيث أربع حيطان وسقف، بالإضافة لهواء وشمس وقدرة حوالينا، يعني الحياة الكريمة التي يحلم بها كل مواطن. واتكلمنا عن إنجازات هذا المشروع وأهمية هذا المشروع وما إلى غيره. النقطة بقى هنا اللي عايز أكلم حضراتكم فيها المتعلقة بالتناول الإعلامي، وانا هنا مش بتكلم عن نفسي علشان برضو ما يبقاش الموضوع شخصنا، انا خرجوني برا الموضوع، انا هنا بتكلم عن الظاهرة لان انا عارف قد ايه بتؤثر على البلد، على تقدم البلد لقدام، بتؤثر على الاحتقان اللي بيحصل في المجتمع وبيخلي الناس تتراشق بالكلام وتنقسم وتصطدم ثم تتعارك. امبارح انا اتكلمت عن الحوار المطول او الخطاب المطول اللي قاله الرئيس على هامش افتتاحه لمشروع غيط العنب، واللي اتكلم فيه عن حاجات كتير. اتكلم فيه عن القوات المسلحة والحملة النفسية والمعنوية التي تتعرض لها القوات المسلحة، وأن القوات المسلحة لا تتأثر، معنوياتها تزيد ولا تقل، وأن قوتها تزيد ولا تقل، وأن القوات المسلحة قادرة على تأمين البلاد ونشر قواتها في ربوع مصر في 6 ساعات. وقلت أن ده شيء مطمئن ومحترم وجيد وتمام تمام. اتنين، اتكلم الرئيس عن الأسعار وقال أنه في حملة حكومية في منتهى القوة هتبدأ اليوم لمواجهة الغلاء والارتفاع في الأسعار، ووعد أنه خلال 2 شهر من الآن، وهذا وعد يعد به الرئيس جميع المصريين، أن خلال 2 شهر من الآن ستنزل الأسعار اللي فيها مبالغة وفيها مغالاة لأسعار تصل إلى معظم مستويات المصريين. وبالمناسبة النهاردة فقرتنا كمان في الحياة اليوم كلها عن هذا الموضوع، الأسعار وكيف تكافح الحكومة غلاء الأسعار، وإيه الإجراءات اللي الرئيس أو التعليمات اللي ادها الرئيس والتكليفات للحكومة عشان ضبط الأسعار في الأسواق.
وفي الفقرة دي عايز أسمع كمان تليفونات حضراتكم بخلاف المسؤولين اللي معانا، عشان في النهاية ده هم لينا جميعا، هم شاغل لينا جميعا إزاي الأسعار تبقى منضبطة، لأن اللي بيحصل في السوق ده فوضى لا يمكن السكوت عنها. وكمان الرئيس اتكلم امبارح في الخطاب عن المبادرة الجديدة اللي هو بيطرحها لدعم الاقتصاد المصري اللي سميت بمبادرة الفكة، أو فكة دي اللي هي كسر الجنيه، يعني الجنيه هو الواحد الصحيح، 60 قرش 70 قرش 80 قرش دي كلها اسمها فكة. فالرئيس قال المواطن اللي بيتعامل مع البنك بيقبض شيك أو بيصرف شيك أو بيعمل كذا، والشيك مثلا ب 15230 جنيه و40 قرش، ياخد ال 15240 جنيه ويسيب ال 30 قرش للبنك، مش بس مش للبنك بقى، يسيبها لحساب يخصص لصالح المشروعات القومية ولمشروعات تطوير العشوائيات. دي المبادرة اللي قالها الرئيس امبارح. وانا امبارح اختلفت مع هذه المبادرة، مش من حيث النية، لان محدش فينا يختلف من حيث نية المساعدة، يعني كلنا متحمسين لمشروع لصندوق تحيا مصر وصندوق 30/6 ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة كذا ومؤسسة كل المؤسسات والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى وضع الاقتصاد المصري في طريقه الصحيح. أنا متهيألي أنه كلنا معاه، لكن الفكرة أن أنا اختلفت في الشكل، يعني أنا اختلفت مع السيد الرئيس امبارح في الشكل، وقلت أنا مش عارف هتتعمل إزاي، وشكلها حتى على المستوى الإعلامي مش مفهومة لدرجة ان بعض الناس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وكذا ابتدوا يعملوا علامات استفهام، وطبعا في بعض الناس اتريقت وسخرت ومش عارف ايه، مالناش دعوة بالترياقة والسخرية. فانا بقول اهو بعترف انا اختلفت على الفكرة من حيث الشكل وما فيهاش حاجة، والاختلاف رحمة والاختلاف صحي، والاختلاف ده شيء ايجابي جدا. وعلى فكرة من المفروض ان القيادة السياسية والرئيس والحكومة تسعد بالاختلاف المبني على النقد البناء، المبني على الحب، مش المبني على التشويه والسخرية والتجاوز. ففوجئت ان المواقع الالكترونية امبارح كأنها بقى بتصطاد في الماء العكرة، طبعا مش كلها، لا اريد ان اعمم يعني، لكن كثيرة من المواقع الالكترونية سابت كل الكلام اللي انا قلته في الاول عن الجيش ومش الجيش والمشروعات الرائعة اللي عاملها السيسي، سواء حي الاسمرات او مشروع غيط العنب او مش عارف ايه، او تكليفاته المحددة والصارمة للحكومة بضبط، سابوا كل الكلام ده كني ما قلتوش، وركزوا في الحتة انه مش يقولوا بقى تامر امين يختلف مع فكرة الرئيس السيسي، او تامر امين ينتقد حتى فكرة الرئيس السيسي، لا، تامر امين يشن هجوما حادا على السيسي، تامر امين ينقلب على السيسي ويوصف مش عارف ايه، وتامر امين وطق طق طق شوية عناوين انا معرفش جابوها منين. وانا عشان اكرر انا بقول لكم القصة مش قصتي، انا واخد على الكلام ده ومعتاد عليه، واعلامي بقى لي 25 سنة واخد على الصحافة اللي من النوع ده والعناوين اللي من النوع دي، فما بتأثرش معايا، انا عارف انا قلت ايه واعني ايه وناوي على ايه. لكن انا يفرق معايا هنا تأثير المواقع الالكترونية وتأثير الصحافة الالكترونية دي على المجتمع. الناس غالبا غالبا كتير من الناس ما بيدس على الخبر ويقرا التفاصيل، غالبا كتير من الناس بتقرا العناوين بس، فاللي يقرا العنوان ده يفهم ان انا قلت حاجات انا ما قلتهاش، ولو ضغطت على اللينك وفتحت الخبر، والغريبه ان هم المصيبه ان هم بيحطوا الخبر بالفيديو، يعني يكتب لك عنوان فلفل شطه نار، تفتح الفيديو تلاقي الكلام مختلف تماما عن العنوان. طب يعني اذا كنت عايز تعمل فلفل وشطه ونار والناس صدقك شيل الفيديو، لكن تحط الفيديو اللي هو فيه كلام موزون ومحترم ومش عارف ايه والعنوان شطه نار لا علاقه له بالفيديو، الحقيقه انا رايي ان انت كده كموقع اخباري بتفقد مصداقيتك تماما امام المشاهد، ويوم ورا يوم المشاهد مش هيفتحك، مش بقى مش هيصدقك، مش هيفتحك خالص عشان يطلع على اخبار من عندك. وعلى فكره هي نفسها بالعكس، يعني لو تفتكروا من حوالي شهر شهر ونص، وبرضه كان المستهدف العبد الفقير الى الله، بس انا بديكم مثال لان في ناس كتير في فنانين كمان ما بيقولوش الكلام ده وبيكتب البتاع، يقول لك الفنانه مش عارف ايه في احضان فلان، تفتح اللينك لا تلاقي احضان ولا تلاقي، وتلاقي ان ده مشهد في فيلم بيفكروا يعملوه في السينما، وده وليك حاجات كتير. من شهر ونص ساعه لما كان في ازمه الدولار محتدمه والرئيس اجتمع بالمجموعه الاقتصاديه ومحافظ البنك المركزي وشدهم بالبلدي كده، شدهم وقال لهم وبعدين هتسيبوا الدولار يقعد يتنطط كده لحد ما يوصل ل 20 جنيه، فانا طلعت هنا وبهزر في بدايه الحلقه وقلت لهم الرئيس شدهم وبتاع، واضح ان هو حمر عينيه للمحافظ البنك المركزي والحكومه وبتاع، فابتدوا يعملوا اجراءات وكذا. فالمواقع كذلك خدت حمر عينيه دي ومش عارف ايه، وسابت بقيه الكلام بقى الموضوع اللي له علاقه باجراءات وانتاج في مقابل الايه وعرض والسلع وسله العملات، سابوا الكلام ده
وبتعرف ايه، ودخلوه بقى في سكه ان تامر امين بيطبل للسيسي وتامر امين منافق للسيسي. يعني من شهر كنت مطبلاتي ومنافق للسيسي، وامبارح منقلب على السيسي. يعني والحقيقه ان انا لا ده ولا ده. احنا طول الوقت مع المهنيه الاعلاميه التي تعلمناها منذ الصغر، الحاجه الصح نقول عليها صح، ومدح الشيء الايجابي ليس تطبيلا ولا نفاقا، والحاجه الغلط نقول عليها غلط، وانتقاد الشيء الغلط ليس ثوره ولا تمردا ولا انقلابا. يا سادة يا كرام، مفيش إنسان في الدنيا ملاك كامل أو شيطان كامل، في ملائكة وشياطين دول ربنا اللي خلقهم، أما نحن بشر نخطئ ونصيب ونجتهد وعلى الله الثواب. فأنا أتمنى المواقع الإلكترونية بس تضبط سلوكها وأدائها شوية وتبقى ملتزمة بالمصداقية الإعلامية. مش مهم أن أنا أعمل أخبار مثيرة وعناوين مثيرة عشان أجيب لايكات وأجيب مشتركين كتير، لما بيخشوا ويكتشفوا زي فما تكتبون بيبقى منظركم وحش. وده برضو ممكن نعمل له فقرة في المستقبل عن مصداقية المواقع الإلكترونية، وإن المواقع الإلكترونية دي قد إيه أثرت سلبا ولا إيجابا على الصحافة المصرية، الصحافة المصرية المحترمة الرصينة الكذا. المواقع الإلكترونية دي ماشية مع التكنولوجيا ومحدش يكره التكنولوجيا، بس أنا هجيب الصحفيين نفسهم أرباب المهنة وأسألهم هل الصحافة الإلكترونية أضافت للمهنة أم أخذت من رصانتها ومن مصداقيتها ومن موضوعيتها. طيب قبل ما نسيب الموضوع غيط العنب، احنا معانا تقرير، معانا تقرير. طب ما ناخد التقرير الاول. طيب ناخد التليفون الاول. حاضر. اوامر يا استاذة حسناء. استاذة عزة اورا مدير برنامج التنمية بصندوق تحيا مصر. مساء الخير يا استاذة عزة. استاذة عزة، الو، مساء الخير يا استاذ عزه. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ حضرتك سمعت امبارح المبادره اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصه بكسر الجنيه او القروش او ما سميت بمبادره الفكه اللي يتبرع بها المصريين او يتبرع بها المصريون لصالح الصناديق وتطوير العشوائيات وكذا. والخبر النهارده بيقول انه البنوك المصريه بتحاول التفكير في اليه لضبط هذه المبادرة، واني بخليها مباشرة نحو الحساب بتاع التطويل العشوائيات. حضرتك اولا رأيك ايه في المبادرة؟ نمرة اتنين، بتتعمل ازاي من وجهة نظرك؟ والله انا كمسؤولة عن تنمية الموارد المالية، فده كان من اهم الافكار اللي عندي من زمان جدا، والفكرة دي على فكرة مش جديدة، فكرة قديمة جدا وفكر فيها ناس كتير، وفي واحد حطتها في الشهر العقاري وسجلها، ان هي اسمها فكره العلامه العشريه، انه ممكن الكسر الجنيه في كل الفواتير، مش بس فواتير البنوك، يعني شوف الحساب بتاع البنوك، لا لو اتكلمنا على فواتير كهرباء، لو اتكلمنا على فواتير الغاز، الموبايل، احنا عندنا 100 مليون موبايل في مصر دلوقتي. فلو حطينا كل القصور دي مع بعضها تعمل اكثر من 18 مليار، على فكره بالدراسات القديمه تعمل اكثر من كم؟ من 18 مليار جنيه في السنة. 18 مليار الكسور دي بس كسر الجنيه. بس هو طبعا هو الرئيس امبارح اتكلم عن الشيكات البنكية، لكن حضرتك بتتكلمي عن كسور الجنيه في كل ما ندفع، فواتير الموبايل، فواتير الكهرباء، فواتير كل ما ندفع. حضرتك عمرك بتاخد فكة؟ يعني هو اساسا في اي كشف حساب او فاتورة عمرنا ما بناخد فكة. لا انا بصراحة باخد يا فندم. انا انا بغلس بصراحة وبقول له اديني الفكة بتاعه، لو ما خدتهاش باخد بيها البان. يعني انا قصدي ان هي مش هتاثر على المواطن المصري. لا ما بتاثرش طبعا، الا على فكره هي في النهايه برضو طواعيه، مش كده؟ ولا بالظبط. يعني هي مش اجبار، اللي عايز فكته ياخدها. كنت بقول لحضرتك لو عارف اهميه انه يسيب الفكه دي لحاجه قوميه هتنفعه وتنفع اولاده، تمام، هو هيعملها طبعا. لا لا طبعا انا متفق معاكي، انا بتكلم على فكره انه اي تبرع اي تطوع هو قائم على الاختيار مش الاجبار. بالظبط. يعني بالزبط. اللي عايز النص جنيه بتاعه ياخده. مظبوط مظبوط. الآلية بقى ان البنوك النهارده والصناديق بتدرس، عند حضرتك تفكير ممكن تتعمل بآلية شكلها عامل ازاي؟ بص حضرتك، هم انا شفت في بنوك بتعمل حاجه، مثلا بتروح اوريدي خصمه الفكه دي وتقول اللي معترض يقدم طلب واحنا هنشيلها، بس عشان هي ما تقدرش تاخد من مثلا بنك زي البنك الاهلي عنده 4 مليون عميل مثلا، فمش هيبعت لكل عميل يقول له اديني موافقه. فهو بيروح معمم، واللي مش عاجبه الكلام ده يعترض. يعني هو يعمم واللي عايز فكته هو اللي يطالب بيها. بالظبط كده.
بالظبط كده. تمام، لان النهارده الكلام كان بيتكلموا فيه البنك المركزي والرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر كمان، قايل انه احنا بنحاول نفكر انه الطريقه دي هتحتاج تعديل تشريعي ولا مجرد صدور قرار من محافظ البنك المركزي، يعني لسه حتى بيحاولوا يشوفوا لها اليه قانونيه. ده كمان حاجه بيتكلم على بنوك بس، خلينا نفكر في اليات ثانيه لبقيه الفواتير. لبقيه الفواتير، صح، يعني فكره ان انا لو بدفع فاتوره لموبينيل او اتصالات او فودافون الثلاث شركات اللي موجوده أيوة. وعندي الكسر الجنيه ده في الفاتوره، يتشاف آلية كمان انه الشركة تاخد الارقام الصحيحة والكسر هو اللي يروح للحساب بتاع العشوائيات. مظبوط. دي قصة محتاجة تفاصيل وتوضيب كتير، توضيب كتير. طيب بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عز. طيب، ما بين مؤيد ومعارض، ما بين صعوبة وسهولة، عندنا تقرير عملناه في الحياة اليوم عن المبادرات الاقتصادية سواء التي طرحها الرئيس أو التي طرحت من بعض رجال الأعمال والاقتصاديين لدعم الاقتصاد. معظم المبادرات اللي ظهرت في مصر من بعد 30/6 حتى اليوم جمعناها في هذا التقرير. عدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري، مبادرة بدأت به شخصيا عندما أعلن في 24 يونيو من عام 2014 تنازله عن نصف راتبه ونصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، مطالبا المصريين ببذل الجهد والتكاتف خلال هذه المرحلة. المبلغ ده نصه مش هاخده، وانا لا اتفضل بيه على حد، النص مش هاخده. طب كده، طب في حاجه تانية اقدر اعملها؟ نعم، نص ما امتلكه حتى اللي ورثته عن ابويا انا هتنازل عنه عشان خاطر بلدنا. فمنذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014 طرح 3 مبادرات لدعم الاقتصاد المصري، من بينها ما عرف باسم صبح على مصر بجنيه، بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر، فيما كانت الثالثة تتعلق بالاستعانة بالفكة في دعم المشروعات، والتي تحدث عنها خلال كلمته في منطقة غيط العنب بالإسكندرية خلال افتتاح مشروع بشاير الخير. ما ينفعش ناخد يعني ما اعرفش تعملوها ازاي، اللي هي الفكه ال50 قرش والجنيه اللي في المعاملات وتتحط في حساب لصالح حاجه زي كده. يعني انا بس في شيك ب 1255 ولا ونص ولا 80 قرش واي حاجه، ما اقدرش اخد الفكه دي، ده يحقق رقم كبير جدا. ففي الأول من شهر يوليو 2014 أعلنت الرئاسة عن تدشين صندوق تحيا مصر تفعيلا للمبادرة التي سبق أن أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وذلك تقديرا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة. وفي 24 فبراير من عام 2016 دعا السيسي جمع المصريين للتبرع بجنيه واحد يوميا من خلال هواتفهم المحمولة، وذلك خلال كلمته في احتفالية رؤية مصر 2030 التي عقدت بمسرح الجلاء، قائلا إن لو كل واحد صبح على مصر بجنيه من الموبايل هنجمع 4 مليارات في السنة. تحيا مصر اللي عملناها من سنة ونص، إجمالي المبلغ اللي جمع فيها 4.7 مليار. وفي 26 سبتمبر 2016 طالب السيسي مسؤولي البنوك المصرية بإيجاد آلية تتيح بالاستفادة من الفكة لوضعها في مشروعات لخدمة مصر. هي كلها مبادرات وأفكار وأطروحات لمحاولة دعم الاقتصاد، وفي رأيي أنه كل الأفكار ممكن تبقى صالحة، لكن لن ينصلح حال الاقتصاد المصري إلا بالإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج، لا شيء غيره. نشتغل وننتج فكل حاجة تزهزة، كل حاجة تزهزة، التصدير يزيد والاستيراد يقل والرأس المال في السوق يدور والدنيا تنتعش والأسعار كل اللي تتخيله فيه قائم على الإنتاج. شعب لا ينتج، ما تتكلموش بقى عن أحلام وعن طموحات وعن أفكار وعن تنمية، ومش هتيجي منين، ما تيجي منين.
طيب قبل ما نسيب خالص ملف بتاع غيط العنب والتصريحات اللي كان بيقولها الرئيس امبارح في مشروع غيط العنب والشقق اللي اتسلمت في غيط العنب، انا شفت صوره امبارح بالليل. الصوره دي الحقيقه انا توقفت امامها كثيرا، مش صوره لواجهه. انتوا مالكم متسربعين ليه كده؟ انا لسه هقول يا هادي واشرح واعمل فيلم عربي وفين الكلام ده. طيب ماشي اي، طب يعني انظر الصوره صفحه، اما اقول انظر الصوره صفحه 17 ابقى انزل. الشقق احنا شفنا الشقق والعمارات امبارح حاجه تفرح ومواصفات جميله لدرجه حتى زملائنا اللي كانوا في التصوير امبارح هما بيصوروا وبتاع قال لك احنا يا ريت ناخد من دي لانها بجد حاجه بمنتهى الاحترام، مواصفات ادميه. شكرا لكل ايد من القوات المسلحه ساهمت في انشاء هذه العمارات، وكل ايد كمان من الشركات المدنيه اللي اشتغلت مع القوات المسلحه في انجاز هذا المشروع. وعلى فكره لا يقل عن مشروع الاسمرات اللي عندنا هنا في القاهره، الاثنين نفس المستوى واحلى كمان. بس الصوره اللي عجبتني هي صوره فيها شكل تقدمي، فيها احترام متناهي الحقيقة. وأنا رأيي إن هذه الفكرة اللي هتشوفوها دلوقتي في الصورة يمكن مش موجودة في عمارات حديثة كتير من العمارات اللي بتعملها أكبر شركات تطوير العقاري في مصر. انظر بقى الصورة صفحة 17، دي خلفية العمارات، يعني ده المنور المفروض بتاع العمارات الخلفية مش واجهة العمارات اللي على الشارع. بصوا حضراتكم بقى العمود اللي في النص اللي رابط العمارة من تحت لفوق ده كله، ده عبارة عن ماسورة، ده عبارة عن ماسورة مجلفنة. واللي مش عارف يعني ايه مجلفنة، مجلفنة يعني متعالجة بمادة الجلفنة علشان ما تعفنش. أنا آسف لاستخدام اللفظ يعني ما يصبهاش العفونة أو البكتيريا أو كذا أو كذا. إيه ده بقى؟ ده مش أسانسير حضراتكم، ده ماسورة لجمع القمامة، أو بالبلدي كده زي ما احنا بنقول بالبلدي ماسورة الزبالة في العمارة. هذه الماسوره ماسكه هي من الدور الارضي لحد الدور الاخير، وقدام كل ماسوره في الـ في الـ في, الـ في الدور بس مش باينه قوي عشان الماسوره مغطيه عليها في فتحه صغيره، دي في المطبخ، يعني الماسوره دي معموله عند المطبخ، وقدام الماسوره فتحه صغيره قدام الماسوره، بحيث ان ست البيت مش محتاجه تحط، انا اسف في اللفظ، صفيحه زباله في المطبخ، وبالتالي تطلع صفيحه الزباله قدام الشقه، فالقطه تيجي تقلب الصفيحه فتجيب مش عارف ايه، او تحطها قدامها بالعماره فالشارع يتحول الى مقلب زباله. مفيش الكلام ده، كل ست اول باول في المطبخ تطلع الزباله اللي عندها تحطها في الفتحه دي، الفتحه دي هتنزل في الماسوره. ايوه اللي معمول عليها انظر، شفت بقى انظر في شرح 17 وشغل التربيه والتعليم بتاع زمان ده، تنزل الزباله في الماسوره المجلفنه دي لحد الصندوق الكبير اللي تحت اللي انتوا شايفينه الاسود ده، اللي هو البيزن، بيسموه بيزن، بيزن يعني وعاء كبير كده يلم كل الزباله بتاعت العماره، بحيث ان شركه النظافه ما تجيش بقى لا تلف على الشقق تخبط وتقول الزباله، ولا تنزل تلمها من الشارع، ولا تدور فين زبالتكو، لا تيجي تاخد الصندوق ده تقوم قلباه في العربيه بتاعت الزباله وتقوم مرجعاه مكانه فاضي، وتاني يوم دواليك 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 اتسترا اتسترا الخ الخ الخ. فكره جميلة جدا، فكرة بسيطة جدا، فكرة نظيفة جدا جدا جدا. يا ريت كل شركات التطوير العقاري اللي بتبني عمارات وشقق، حتى في انا بقول لكم انا رحت دخلت كومباوندز فاخرة اللي هي 5 و7 نجوم، بجد ما لقيتش الفكرة دي. طبعا هناك الزبالة قليلة، ان في شركات نظافة بجد بتاخد فلوس كويسة بجد ومش عارف، بس في النهاية الفكرة نفسها ما لقيتهاش في أرقى وأفخم الفنادق الأوتيلات والفنادق والعمارات الحديثة. فنفسي كل الشركات التطوير العقاري أي مقاول دلوقتي بيبني عمارة جديدة ينفذ هذه الفكرة، هتساعد الحكومة جدا في فكرة جمع القمامة جدا، بدل ما يبقى عندي 500 مكان لأجمع منه الزبالة، هو وعاء واحد ومحطوط في مكان أمين ومتغطي وزي الفل، يتشال ويرجع يتحط مكانه. هل ده السبب بقى اللي خلى، بس ما اعتقدش، لانه الحقيقه انا رايي ان المحافظ بتاع القاهره ما لحقش يروح اسكندريه يشوف الفكره دي، لانه محافظ القاهره النهارده قال لك تصريحات انا مش عارف هي حقيقيه ولا عنتريه. قال اوعدكم بان عام 2017 وعام 2017 ده مش كمان 100 سنه، ده كمان كام شهر، عام 2017 القاهره ستكون بلا قمامه، او بالبلدي كده قالها كده باللفظ عشان برضو ما قال 2017
ما فيش زبالة في الشوارع. ولا يعني أنا متهيألي إنها واسعة شوية. واسعة شوية ليه؟ أنا ما عنديش شك في نيته وإن هو عايز يعمل حاجة، خصوصا إن هو محافظ جديد، وأنتوا عارفين إن الغربال الجديد دايما بيبقى له إيه؟ شدة. فهو محافظ جديد لسه جاي في العيد، فعنده أحلام وعنده طموحات وعنده أفكار وعايز يخدم، ما عنديش شك في النوايا. بس أنا عندي نصيحة صغيرة لمحافظ القاهرة ولكل المسؤولين في مصر فيما يتعلق بهذا الأمر. طول الوقت الحكومة بتشتكي، على فكرة من زمان لحد النهاردة الحكومة بتشتكي من إن الشعب اللي هو الوحشين اللي هو إحنا، الشعب ما بيثقش في الحكومة، والشعب ما بيصدقش الحكومة، والشعب ما بيسندش الحكومة. طول الوقت الوزارات لما تقعد معهم ما بيقولوش كده صراحة يعني، بس بيقولوا بصراحة الناس ما بتصدقناش ليه، وفي فقدان ثقة ومش عارف. والحقيقة أن هذه حقيقة. إيه السبب بقى؟ السبب مثل هذه التصريحات. لما مسؤول يطلع من زمان، لو تفتكروا في الثمانينات والتسعينات وقت كمان مبارك وزراء، يقول لك في أزمة أنابيب غاز، يطلع يقول لك في شهر ما فيش مواطن هيعاني في الحصول على أنبوبة البوتاجاز، ويعدي الشهر الناس تموت بعض من المطاوي في الطوابير بتاعت أنابيب الغاز في عند المستودعات. في أسبوعين ما فيش مش عارف إيه، وطوابير العيش تبقى عجينة الناس عندها. هذا هو السبب يا سادة. أنا أرجوكم لكل مسؤول ووزير في الحكومة، لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. فأرجوكم ما تتورطوش في تصريحات ووعود مع الناس انتوا مش ضامنين قوي انها هتحصل. انا رأيي ان الوزراء والمحافظين يخلوهم رجال افعال، يعني يجي سنة 2017 ونلاقي احنا كمصريين ان مفيش زبالة، فنطلع نقول والله المحافظ ده محترم في شهر شهرين من منذ قدومه ما لقيناش زبالة في الشوارع. فخلونا احنا اللي نقول، مش انتوا اللي تقولوا، احنا نقول وانتوا يا مسؤولون تعملوا. هي المعادلة كده، احنا ليس لدينا الا الكلام، انتم صناع القرار والفعل، فسيبوا لنا الكلام وخلوكم للفعل. لكن لما انتوا تتكلموا واحنا نتكلم، مين اللي هيفعل؟ مين اللي هيصنع؟ مين اللي هيعمل حاجة؟ فارجوكم ارجوكم بلاش التصريحات اللي بتهز ثقة الناس. هيجي 2017 ومش هنقدر نشيل الزبالة كلها من الشوارع، الناس هتقول لك تصريح بومب كالمعتاد، يبقى ما نصدقش الحكومة كالمعتاد، يبقى الحكومة بتضحك علينا كالمعتاد. طب وليه؟ ما تخلونا نزرع الثقة بدل ما نقلع الثقة من نفوس الناس. عندنا تقرير عن افتتاح مدرستين. في إطار استكمال مشروع حي الأسمرات والخدمات المقدمة، تم افتتاح 3 مدارس لأبناء الحي بحضور وزيري الإنتاج الحربي والتربية والتعليم. مدرسة راقية جدا في هذه المنطقة، بتتناسب مع الإسكان المحترم اللي اتعمل لأهالينا في هذه المنطقة، بحيث الطلبة بيتربوا في مدرسة كويسة، بتعلموا في مدرسة كويسة، بيعيشوا في شقة كويسة، الحي نضيف وفي كل الخدمات المطلوبة. ده نموذج لتكاتف الجهود بين كل الجهات المختلفة اللي تضمنت ونفذت الأول الحي، وأيضا اللي تكاتفت وتضمنت ونفذت هذه المدارس، سواء وزارة التربية والتعليم أو المحافظة أو صندوق تحيا مصر أو وزارة الإنتاج الحربي اللي كانت معنية أو يعني مسند لها التنفيذ. وكل الكلام ده تم في وقت قياسي وبأقل الأسعار، وأهم من ده كله بقى الدقة في التنفيذ. الجميع أشاد بالصورة المشرفة التي ظهرت عليها الإنشاءات المدرسية والحرص على توفير المناخ الملائم للعملية التعليمية للطلاب. الإنشاءات اللي سيادتك شايفها دي كلها إنشاءات جاية بدعم من 90 مليون من المواطنين من أهالينا، اللي يمكن يعني احنا مسلمنا المرحلة الأولى والثانية، ودلوقتي بنبدأ في المرحلة الثالثة كسكن. النهاردة أول مدرسة بيتم افتتاحها، وده من ضمن 3 مدارس. النهارده بقى بدانا اللبنه الثانيه في اللي بنسميها ايه، الحلول الشامله المتكامله. الخدمات في الحي الحقيقه على احسن ما يكون، بتتطور كل يوم عن يوم. يعني في الحي هنا دلوقتي في 7 ملاعب، بالاضافه لكده في
نقطة شرطة وفي عيادة طبية على أحسن ما يكون بتوفر الأدوية والعلاج المجاني للمواطنين. واحتفالا بافتتاح المدارس تم توزيع أدوات مدرسية على الطلاب لتشجيعهم وتحفيزهم للتفوق في دراستهم. ربما الماضي كان أضغاث أحلام لهؤلاء الطلاب في الحصول على تعليم جيد وحقهم في مكان يليق بهم، إلا أن الأمر أصبح واقعا وسط تفاؤل بمستقبل أفضل. أحمد غنيم، الحياة اليوم. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل مكملين أخبارنا في الحياة اليوم، وهنتوقف عند التطورات والتداعيات بتاعة الخبر اللي احنا بقالنا 5 أيام بنتكلم فيه، الحادث المؤسف بتاع غرق مركب رشيد قبالة سواحل رشيد وعلى متنها أعداد كبيرة من المصريين والجنسيات الأجنبية اللي كانوا بيحاولوا يهاجروا هجرة غير شرعية. وزي ما قلت حضراتكم أنه رب ضرر النافعة، طبعا الضرر وقع والأرواح أزهقت وناس كتير ماتت، والأخبار النهاردة بتقول أنه ارتفاع الضحايا إلى 184 ضحية أو قتيل بعد انتشال المركب واستخراج الجثث اللي كانت موجودة في التلاجات وفي المخازن اللي في بطن المركب، وده شيء الحقيقة قاسي جدا جدا جدا. وزي ما أنا شرحت لحضراتكم في ناس كتير بيقولوا طب الناس دي كانت بتعمل إيه في التلاجات تحت، كنت هقول لكم إن ده جزء من الـ 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 القسوة الشديدة، القسوة الشديدة وعدم الرحمة اللي موجودة في ضمائر وقلوب الناس اللي بتسفر الشباب دول وأصحاب المراكب. الحمولة المركب، أنتوا شايفين المركب عاملة إزاي؟ يعني أنتوا قدامكم أهو المركب، لما ترجع الصورة إيه؟ بصوا المركب بنظركم المحدودة هو المتواضع من زي كده من بره كده، المركب دي يوم ما تشيل تفتكروا تشيل كم نفر قدامكم؟ تشيل 50، تشيل 60، تشيل 100، ما بين ان هم واقفين هنا على السطح كده او فوق على جنب القمرة او كابينة القيادة او قدام عند بوز المركب، تشيل 120، تشيل 150 نفر واقفين، حتى مش قاعدين لان ما فيش مكان للقعاد، ده انت يدوبك تقف في ربع متر في ربع متر. لا، المركب دي بيركبوا عليها 600 نفر. المركب اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي اللي هي تم انتشالها دي كان راكب عليها 600 نفر. فلما السطح بيخلص وبوز المركب بيخلص والكابينة تخلص والسطح يخلص، يقوم عامل ايه عشان يحشر الناس، عشان ياخد فلوس زيادة، عشان ينصب زيادة، يقوم مدخل العيال الصغيرة والشباب تحت في بطن المركب في حتة اسمها التلاجات، وهي لا تلاجات ولا بتاع، لكن هي حتة عاملة زي المخازن كده في بطن المركب اللي هو لا هوا ولا نور ولا شمس ولا أكسجين ولا حاجة أبدا، انت داخل تدفن. وطبعا دول أكتر عدد من الجثث والضحايا لأن دول ميتين أحياء قبل حتى ما المركب تغرق. طيب القصة دلوقتي متعلقة بأنه قلت لكم إنه يا رب نتعلم من الدروس، وأنا أعتقد أن نوبة الصحيان اللي موجودة في الدولة المصرية دلوقتي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية هي نوبة مفيدة، سواء فيما يتعلق بالإجراءات اللي خدتها الحكومة والاجتماعات المتواصلة اللي بيعقدها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رغم استمرار عتبي ولومي عليه على أنه لم يذهب إلى مكان الحادث. أنا عارف أن عندهم اعتبارات، لكن في النهاية لا اعتبار فوق أن أكون مع الناس وطبطب كده على أكتافهم وأضمد جراحهم وأقول لهم نحن هنا الحكومة معكم وولادكم ولادنا، لكن في النهاية عملوا غرفة أزمة ومتابعة أزمة وإدارة أزمة، ورئيس الوزراء هو اللي أمر بإرسال مركب شديدة التقنية والاحترافية كانت موجودة عند وزارة البترول هي اللي ساهمت بنجاح في انتشال هذا المركب الغارق وبالتالي ظهوره على السطح وبالتالي انتشال كل الجثث اللي كانت موجودة تحت، بالإضافة طبعا للاجتماع المهم اللي عقده الرئيس الجمهورية بالأمس مع الحكومة وشدد على التكليفات والتوجيهات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأنا اللي عجبني الحقيقة أن الرئيس كلامه كان واقعي، يعني ما عملش نوع من برضو، وده اللي كنت بقوله لمحافظ القاهرة من شوية، بلاش الوعود الطنطنة دي، ما فيش مش عارف إيه، الرئيس ما قالش أن بكرة مش هيبقى فيه هجرة غير شرعية، لأنه الرئيس عارف أنه هذه ظاهرة والظاهرة تكافح ولا تنتهي، الظاهرة تكافح تحاول الحد منها، تحاول التقليل من أعراضها ومن عددها، لكن القضاء عليها 100% مش هيحصل. زي بالظبط كده المخدرات، هي الإدارة بتاعت وزارة الداخلية اسمها إيه؟ اسمها الإدارة العامة للقضاء على المخدرات،
الإدارة العامة لنهاية المخدرات اسمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لأن هم عارفين إن المخدرات تفضل بيحاولوا يدخلوها والداخلية بتكافحها. كذلك إحنا إجراءاتنا كلها اللي بتحصل هي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحتها قدر الإمكان، سواء بإجراءات أمنية عن طريق تشديد الرقابة على المنافذ والسواحل، اتنين بزيادة المشروعات التنموية في القرى والمدن والمحافظات الطاردة للشباب بسبب فرص العمل، تلاتة سن تشريعات وقوانين تغلظ العقوبة جدا على سماسرة الموت عشان تردعهم وتخليهم يفكروا ألف مرة قبل ما يرموا شبابنا في البحر غرقا وموتا من أجل حفنة جنيهات أو حفنة دولارات. القصة هنا متعلقة بيه انه رغم الازمة اللي حصلت ورغم الدجة اللي حصلت ورغم الجثث اللي احنا بنشوفها يوميا بيتم استخراجها، لكن الغريب ان الشباب لا يرتدع والشبيب الشباب لا يرجع عن كاره. والدليل على اللي انا بقوله شوفوا ان الحادثة بس ما بقاش كام يوم ولسه كل يوم احنا بنتكلم في الموضوع وكل يوم احنا حريصين على ان احنا نوريكم المشاهد. انا عارف انها القاسية شوية بتاعت استخراج الجثث، يمكن بس عشان تحرك مشاعر الاهالي فيحافظوا على شبابهم اكتر، وبدل ما يبيعوا صيغتهم عشان يسفروا ولادهم للموت لا يبيعوا صيغتهم عشان يعملوا مشروع لابنهم او يشتري له قراط ارض ويزرعه او يعمل له ورشه صغيره او يعمل اي مش عارف نشاط يجيب له فلوس. ومع ذلك النهارده وبعد مرور 5 ايام فقط من هذا الحادث البشع اللي راح فيه 184 مصري واجنبي، النهارده حرس الحدود بيظبط مركب تانية للهجرة غير الشرعية على متنها 411 مهاجر غير شرعي. الحمد لله والشكر لله ان حرس الحدود النهاردة قبض على المركب قبل ما تغرق، قبل ما تحصل مصيبة تانية، وكان زماننا النهاردة بنتكلم على حادثة جديدة وارواح جديدة ازهقت واهالي جديدة وامهات جديدة ثكلت. انا مش عارف الحقيقة الشباب يعني ازاي بيفكر. انا عارف انه قلت لكم ان الظاهره مش هتنتهي، بس على الاقل طب النار تبرد، طب الجرح يهدى، طب المشاهد دي تتنسي شويه من الذاكره. يعني الشاب اللي قاعد في بيتهم بقاله 4 ايام بيتفرج على المشاهد دي وشايف اخوه ولا صاحبه اللي كان جنبه على القهوه ولا في البلد راجع جثه في صندوق، النهارده يركب مركب تاني غير هجره غير شرعيه ويروح يحصل اخوه؟ شيء في منتهى العجب اللي خلقه ربنا. 411 واحد ممسوكين النهارده برضو على مركب هجره غير شرعيه، وشكرا لقوات حرس الحدود انها انتبهت ليهم وقبضت عليهم قبل الكارثه. المصيبه كمان ازود لكم من الشعر بيت. امبارح واحد من الناجين من مركب رشيد، واحد من اللي ربنا استنقذهم واداهم حياه تاني، بدل ما يحمد ربنا ويقول الحمد لله كتب لي عمر جديد ويرجع يصلي ركعتين شكر لربنا ويقول بلدي وتراب بلدي ويوطي على الارض يبوس تراب بلده حتى لو عايش فيها فقير وكذا، لما بيسألوا احد الصحفيين وبيقول له شعورك ايه وناوي تعمل ايه وبتاع، قال ايه؟ تخيلوا التصريح الصادم المفجع. قال على فكرة دي مش المرة الاولى اللي حاول اهاجر فيها بطريقة غير شرعية، دي 5 مرة، الاربع محاولات اللي فاتت فشلوا والمرة دي فشلت برضو وكنا هنغرق. قال له طيب اتراجعت؟ قال له لا، هحاول اسافر تاني. تخيلوا واحد شاف الموت بعينيه وربنا استنقذه وكتب له عمر جديد وطالع وهو على سرير المستشفى وما بين الحياة والموت وبيقول انا حاولت قبل كده 4 مرات ودي 5، واول ما استعيد صحتي كده واشوف السمسار ولا تاجر تاني هحاول اهاجر تاني بطريقة غير شرعية. يبقى احنا كل اللي بنقوله ده في الهوى وكل اللي بنعمله في الهوى طالما الشباب ما اقتنعش يبقى الغلط فينا. تعالوا نشوف الغلط فين ونصلحه، لان مهما نقعد ندا واضح انه لا حياة لمن تنصح او لمن تنادي او لمن تحاول الحفاظ على حياته. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، مساء الخير يا دكتور. ازاي حضرتك يا ريس؟ ازاي حضرتك؟ دكتور قول لي اخر الاحصاءات الرسميه اللي جمعتوها بقى سواء من المشرحه او من المستشفيات المنتشره سواء في البحيره او في كفر الشيخ او الاسكندريه. شوف استنى، يمكن انا لسه وصلني حالا بقى الاعداد كامله، يعني
يعني انت لسه حتى ما اعلنتهاش، حضرتك هتبقى اول يعني حد. طب احنا دلوقتي حصرنا عدد اللي كانوا موجودين على متن المركب 366 شخص. تمام. تم انقاذ منهم 164. ايوه. وحالات الوفيات او عدد المتوفين 202. 202. واتنين. طيب يبقى ده خبر اهو عاجل، ارتفاع عدد الوفيات والضحايا في مركب رشيد الغارق الى 202 جثة. وانقاذ 164 والعدد الاجمالي 366 كده كل اللي كان على المركب. وانقاذ 164 روح من الاجمالي اللي كان موجود اللي هو 366 شخص كانوا على متن مركب رشيد. بالضبط. معنى الكلام ده يا دكتور ان مفيش مفقودين. لا اطلاقا. مفيش حد من الاخر اعداد. مفيش حد من الاهالي دلوقتي معرفش اذا كان ابنه من الناجين ولا من الضحايا، خلاص هو تاكد. هو مفيش مفقودين، بس الحقيقه ال 202 متوفي مش كلهم تم التعرف عليهم. اه لكن احنا عندنا 202 جثه. لكن احنا عندنا 202 جثه وعندنا 164 ناجي. تمام. وهو ده اللي كان على متن في بعض هذه الجثث او اكثرها اهاليهم وذويهم تعرفوا عليهم، وفي بعض الجثث جاري التعرف على اصحابها. الاعداد اللي تم التعرف عليها 92 جثه. 92 جثه اهاليهم تعرفوا عليهم. ده تم التعرف عليه بالفعل وتم تسليمهم لذويهم. تمام. الباقي بقى تم جاري العمل. لم يتم التعرف عليهم حتى الان. 110 جثه دول موجودين، 77 جثه في مستشفيات محافظه البحيره. ايوه. 27 في كفر الشيخ وست جثث في محافظة الإسكندرية. وست جثث في محافظة الإسكندرية. 92 جثة تم التعرف عليها وتم تسليمهم إلى ذويهم. 110 جثة جاري التعرف على هويتهم. بالظبط كده. تمام. إجمالي الأعداد بنتقدم طبعا خالص التعازي يعني. طبعا. أسرهم وذويهم. طبعا. دكتور لسه في مصابين في المستشفيات بيتم علاجهم؟ لا. اطلاقا. هم كانوا ست مصابين. كل المصابين اللي جولنا من المركب كانوا ست مصابين، وخرجوا بعدها بيومين وحالتهم مستقره. كل المصابين كانوا ستة. كانوا ستة بس، وخرجوا بعد تلقي الاسعافات اللازمة. حالات اغماءات وغيبوبات يعني حالتهم استقرت بعد يومين وخرجوا. حالات خفيفة تم اسعافهم وخرجوا بالفعل من المستشفى. بالظبط. تمام. انا دكتور بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاحصاءات. إذن الأخبار الرسمية الواصلة إلينا الآن من وزارة الصحة أنه رسميا كان هناك على متن المركب 366 شخص. 366 شخص، ثلاث أضعاف الحمولة اللي كان المفروض مركب تشيلها. عندنا الآن بعيد عنكم يعني 202 جثة، 92 جثة منهم تم التعرف على هويتهم وتم تسليمهم إلى أهاليهم، و110 جثة جاري التعرف عليهم، معرفش بقى يتعمل لهم تحاليل دي إن إيه، أو تعرفين طبعا الشغل الطبي هيبتدي يعمل شغله دلوقتي، وتم إنقاذ 164 روح. وأخيرا إنه كان في ست حالات بس في المستشفيات بتتلقى العلاج وإصابتهم خفيفة، وبالفعل خرجوا جميعا من المستشفيات. طيب الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي لشخص اسمه علي عبد النبي محمد أحمد. علي عبد النبي محمد أحمد، الصورة اللي قدامكم. مين علي عبد النبي ده؟ ده صاحب المركب. ده صاحب مركب رشيد اللي غرقت. هل ده هو سمسار الموت اللي بياخد من الشباب الفلوس ويركبهم بالمركب ويرميهم في البحر؟ ولا ده الراجل صاحب المركب اللي السماسرة اشتروا منه المركب عشان ياخدوا العيال يموتوهم عليها؟ ده اعتقد حيبان في تحقيقات النيابة، بس هو اتقبض، تم القبض عليه، هو مقيم في دمياط. مظبوط، مقيم في محافظة دمياط، وتم القبض عليه وجاري التحقيق الان معه بمعرفة النيابة العامة علشان يتعرف ده سمسار من سماسرة الموت ولا ده صاحب المركب اللي سماسرة الموت اشتروا المركب منه عشان ينقلوا الولاد عليها. طيب وكمان المعلومات بتقول ان في 9 اتقبض عليهم من تجار الموت في محافظة الاسكندرية. 9 من محافظة البحيرة، انا اسف، محافظة البحيرة، ما هي رشيد في البحيرة. 9 من السماسرة العاملين في مجال الهجرة غير الشرعية اللي بيسفروا الولاد وبيلموا منهم الباسبورات وبيلموا منهم الفلوس وبيضربوا لهم الورق المضروب عشان يسافروا وبتاع. تم القبض على 9 في محافظة البحيرة، واعتقد ده خبر جيد، وده يصب في اطار خلاص بقى شيلوا الراجل علي عبد النبي ده
يعني ربنا معاه بقى في اللي هيحصل فيه. وده اللي احنا كنا بنادي بيه هنا في البرنامج من 3 ايام لو تفتكروا، لما انا طلعت قلت لوزارة الداخلية يا وزارة الداخلية يا عزيزة على قلوبنا، يا وزارة الداخلية يا عزيزة على قلوبنا، سمسرة الموت معروفين ومشهورين ومنتشرين وبيتحركوا جهارا نهارا في المحافظات والقرى بتاعتهم، بل بالعكس بعضهم ليه مكاتب معروفة او مكتبه عبارة عن ترابيزة معينة على القهوة المعروفة بيقعد عليها، معروفين وعندهم صفحات على رأيك على صفحات على الفيسبوك زي الاخ محمد فكيه ولا فكيه ده، وبيعلنوا عن نفسهم. ففكرة ان هم مختفين زي تجار المخدرات وبتاع، لا ده البجاحة واصلة معاهم ان هم معروفين وبيتحركوا بيقولك ايوة انا بتسفر العيال لبرة فعشان نكافح الظاهرة. طب ما نقبض عليهم ما نجيبهم، الناس اللي بتعلن عن نفسها، اي مخبر اللي هو بالجرنان المخروم بتاع زمان ده اللي ينزل ويقعد في القرية يقول يسأل بس كده يا جماعة انا عايز اسافر مين اللي بيسفر، يقول لك الحاج عبد الرحيم اللي مش عارف ايه اللي قاعد هناك، الحاج ابراهيم اللي قاعد هناك ده، هات الحاج ابراهيم وتعالى يا عم الحاج، بتسفر ما بتسفرش، وريني ورقك وريني فلوسك وريني باسبوراتك، بتشتغل ايه مش عارف ايه، هيجر بلاوي. وانا مؤمن دايما انه البكرة محتاجة طرف خيط بس، تمسك طرف الخيط البكرة كلها هتكر في ايدك. فممكن جدا تطهير المحافظات دي خصوصا البحيرة ورشيد ودمياط وكفر الشيخ اللي هي المحافظات الطاردة دي، ممكن تطهيرها من سمسرة الموت. ساعتها الشاب اللي عايز يسافر مش هيلاقي حد يسفره، فهيلجأ الى الطرق القانونية بقى، يروح لمكتب العمل، يروح لوزارة الهجرة، يقول لهم انا عايز اسافر، هاتولي عقد عمل محترم وياخد فيزا محترمة ويطلع من المطار معزز مكرم، يوصل بسلامة الله وامنه الى البلد اللي هناك اللي هو عايز يشتغل فيها، والدنيا تمشي زي الفل ويبقى النمر الاسود زي احمد زكي الله يرحمه. النهاردة بعد اللغط الكبير اللي حصل في موضوع القمح وفطر الارجوت، وحناخد صفر ارجوت ولا زيرو من زيرو 5% صفر ارجوت، والروسيا قد هتعاقبنا وبعدين روسيا معاقبتنا، قصة طويلة عريضة. وزارة الزراعة النهاردة عملت حل في رأيي انه حل تحت بند الاحتياط واجب، واللي اتلسع من الشوربة ينفخ في القمح. وزارة الزراعة قررت النهاردة انها هتتعاقد مع شركة عالمية. الشركة العالمية دي دورها ايه؟ دورها ببساطة فحص القمح المستورد، اي شحنات قمح مصر هتستوردها من الخارج سواء من امريكا سواء من اوروبا سواء من روسيا سواء من اسيا سواء من اي حتة، شحنات القمح دي قبل ما تخش مصر هذه الشركة العالمية اللي بتراعي مواصفات الصحة والسلامة الغذائية والجودة العالمية هي اللي هتكشف على شحنات القمح. الشركة العالمية المحترفة دي قالت قمح تمام، مطابق للمواصفات تمام، صحي لصحة الإنسان تمام، يخش. الشركة قالت مش تمام مش يخش، كلام واضح وصريح. وفي رأي ان الوزارة كده قالت لك ايه قبل يجي لك منه الريح سد واستريح، هات الشركة العالمية دي عشان نخلص احنا من المسؤولية ومن التهمة اللي ممكن تتعلق في اعناقنا. وانا في رأيي ان دي فكرة جيدة، يعني مش كل حاجة نقول عليها غلط، دي فكرة جيدة، بس المهم هو حسن اختيار الشركة العالمية، ما تبقاش شركة ضرب، تبقى الشركة فيها فساد في التعامل معاها. تعامل صح، شركة صح تسلمني شغل صح. احنا خلاص خلصنا عناويننا، فاضل حاجة بس أخيرة عايز أكلم حضراتكم عنها. لا هما حاجتين، أنا آسف. الحاجة الأولانية المتعلقة بال المناظرة، عندنا مناظرة، حاجة الأولانية متعلقة بالمناظرة اللي حصلت امبارح. المصريين في كتير منهم سهروا امبارح حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة المناظرة الأولى ما بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون المرشحين لمنصب رئيس أمريكا، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات اللي هتجرى في شهر ديسمبر القادم، والانتخابات على أشدها وسخنة، وأعتقد بيعملوا 3 مناظرات أو مناظرتين مش عارف. امبارح بالليل كانت أول مناظرة، والحقيقة المناظرة بتاعت امبارح كانت مناظرة من نوع مختلف، وبصراحة بسبب وجود ترامب بالذات وكمان هيلاري دي مناظرة جديدة لنج. المناظرة قواعدها، احنا عندنا ما بتحصلش المناظرات بالشكل ده قوي، يعني في امريكا المناظرات دي سنة رئاسية كده موجودة بقى لها فترة طويلة. المفروض ان المناظرة بيحصل فيها ايه؟ ان كل مرشح بيتسأل اسئلة، وكل مرشح بيقول افكاره ورؤيته وخططه في ملف من الملفات
سواء الأمن، سواء الاقتصاد، سواء الحرب والعسكرية، سواء الضرائب، سواء التأمينات، سواء التعليم، سواء كذا سواء كذا، سواء العلاقات الخارجية، وهم الاثنين بياخدوا نفس الوقت وكل اثنين بيتسألوا نفس السؤال ونفس المجالات وكل واحد بيقول أفكاره، والناس تسمع وتقتنع بده أكتر، تقتنع بدي أكتر، هنا أجاد هنا لا كذا. لكن المناظرة بتاعت امبارح ما كانتش كده. مناظرة امبارح كانت ضرب تحت الحزام، ضرب ضرب ضرب، لدرجة الله يرحمه علاء ولي الدين قال لك اللي هو في الشتيمة الأول ضرب بس، اتهامات بالكيل من دونالد ترامب لهيلاري كلينتون، واتهامات بالويل من كلينتون لدونالد ترامب. ومش بس اتهامات، أنا في رأيي أنه فتحوا باب التجاوزات كمان امبارح. يعني هيلاري كلينتون قالت على دونالد ترامب أنه مجنون وأرعن، ده كده وش قالت أن المرشح وعلى فكرة الراجل واقف جنبها، دونالد ترامب ده مجنون وأرعن وأنه سريع الانفعال، وأنه لو قعد على كرسي البيت الأبيض وهو بالرعونة والسرعة والانفعال دي ممكن يودينا في داهية ويدخل أمريكا في حروب ومش عارف إيه، خصوصا أنه بيتكلم أنه بيتمتع بالحرب النووية. قالت أن دونالد ترامب كمان عرقي وعنصري وحيخلق حالة من التمييز العرقي سواء ما بين المواطنين الأمريكيين المسلمين وغير المسلمين الأفارقة من أصل سود ولا لأ وكذا، وكمان بيكره الجنسيات الأخرى من غير الأمريكان. الأخ دونالد ترامب بسكتش، دونالد ترامب قال لك هيلاري كلينتون فكرها بمونيكا، ومش عارف إيه علاقة هيلاري كلينتون دلوقتي وبترشحها بمونيكا بتاعت بيل كلينتون جوزها لما كان رئيس أمريكا، فقال أنتوا يعني من بره هلا هلا وبتاع. رقم اتنين قال لك أنه هيلاري كلينتون دي وإدارتها وحزبها هم السبب في ظهور داعش، وهم السبب في هذه الفوضى اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط اللي سببها الإرهاب زاد وإحنا بنعاني منه دلوقتي. وقال لك إن الحزب الديمقراطي اللي طالعة منه الأخت هيلاري كلينتون واللي فيها دلوقتي باراك أوباما رئيس أمريكا هو السبب في إنه ديون أمريكا وصلت لي مش عارف 5 تريليون دولار، فبالتالي خربتوها وقعدتوا على تلها. بقولكوا ما كانتش مناظرة رئاسية، كان ردح رئاسي ما بين اتنين من المرشحين. عندنا تقرير. ابتسامات ومصافحة بين ديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب سرعان ما تحولت لتبادل الاتهامات والتراشق. هكذا كانت الحال في أول مناظرة تجمع بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية في جامعة هافسترا في نيويورك. اتهامات كان من بينها قضايا تخص كلينتون مثل استخدام بريدها الإلكتروني الخاص أو أخرى تطال ترامب بشأن رفضه نشر تصريحه الضريبي. لماذا لا يريد ترامب نشر تصريحه الضريبي؟ أولا ربما لأنه ليس ثريا كما يقول، وثانيا ربما أنه ليس خير كما يدعي، أو ربما لا يريد أن يعلم الأمريكيين بأنه لم يدفع ضرائبه الاتحادية. سأنشر كشوفي الضريبية رغم معارضة المحامين لذلك. وقتما تنشر كلينتون الرسائل الإلكترونية 33,000 التي مسحتها. في بداية المناظرة التي استمرت لتسعين دقيقة تعهدت كلينتون برفع أجور المواطنين الأمريكيين، مؤكدة أن على الأمريكيين بناء اقتصاد للجميع وليس للأغنياء فقط، متهمة ترامب بأنه أحد مسببي الأزمة العقارية، فيما اتهم الملياردير الجمهوري الإدارة الديمقراطية الحالية بأن سياستها أدت إلى تضاعف الدين الأمريكي العام. وبالحديث عن ضمان أمن الولايات المتحدة أكد ترامب أن واشنطن فقدت خلال فترة رئاسة أوباما السيطرة على الأمور، معتبرة أن داعش خلق بسبب الفراغ الذي أوجدته إدارة أوباما في العراق. قلت مرارا وتكرارا لو كنا سيطرنا على النفط في العراق لما تنامت قوة داعش لأنها تستخدمه كأهم مصدر لتمويلها. اتهامات وخلافات تواصلت بين الطرفين في قضايا عديدة أخرى كان من بينها الصفقة مع طهران التي أكد ترامب أنها كانت خطأ لأن البلد كان يختنق بالعقوبات. من جانبها أكدت كلينتون أن الخطوات السياسية لإدارة الديمقراطيين هي ما جعل إيران تقدم تنازلات في ملفها النووي وليس القوة العسكرية. مناظرة أولى بين كلينتون وترامب تباينت آراء متابعيها حول تحديد الفائز فيها، فبالرغم من إعلان دونالد ترامب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بفوزه بالمناظرة، إلا أنه بحسب استطلاع لشبكة CNN حققت كلينتون انتصارا ناجزا على ترامب، إذ صوت 62% ممن تابعوا المناظرة لصالحها مقابل 27% لصالح ترامب. كما أكد مراقبون
آخرون أنه لا فائز ولا مغلوب في هذه المناظرة، منتظرين المناظرتين المتبقيتين بين كلا المرشحين قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في 8 نوفمبر القادم. وطبيعي أنه بعد المناظرة كل فريق، كل مرشح رئاسي وفريق حملته الانتخابية، كل واحد طلع من وجهة نظره، أعلن على صفحته في مواقع بتاعته أنه هو الفائز في المناظرة، وأنه هو قطع اللي قدامه، وأنه هو أجهز عليه تماما، وأنه كذا. CNN زي ما تسمعت في التقرير عملت استطلاع رأي وتصويت بسرعة كده، طلع تفوق هيلاري كلينتون نسبيا بنسبة 62%. لكن أنا بقول لكم لسه بدري قوي في أمريكا. أولا لسه في مناظرتين كمان، عشان هم 3 مناظرات، فاللي هتحسم المناظرة التالتة. رقم 2 انه اليوم في امريكا بيغفري، اليوم في امريكا حدث صغير قد كده يحصل لترامب ويحصل لهيلاري ممكن يخلص عليهم. بس احنا كلنا متشوقين نشوف المناظرتين القادمتين الحقيقه، لان اذا كان المناظره الاولى قطعوا هدوم بعض كده، مش بعيد في الثالثه يغزوا بعض بالمطاوي على الهواء. يعني هنشوف الكلام ده ان شاء الله قريب. بعد الفاصل الاسعار والغلاء. وعد من الرئيس بالأمس أنه بعد 2 شهر المصريون لن يعانوا من غلاء الأسعار مهما كانت المبررات ومهما ارتفع سعر الدولار. كيف ستنفذ الحكومة ذلك؟ بعد الفاصل. في إطار حرص الحكومة لضبط الأسعار، قاد ضباط الرقابة الإدارية 13 حملة على عدد من السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بمحافظتي القاهرة والجيزة لضبط المخالفات ومواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار. في المقام الأول نازلين عشان نرفع من أعباء نرفع من على كاهل المواطن الأعباء اللي ملقاة عليه. حضرتك نازلين في المقام الأول بنراجع ونضبط الأسعار في السوق ونشوف مدى توافر السلع من عدمه. كل حاجة مكتوبة على نفس العبوة، المواصفات بتاعتها والوزن بتاعها، فممكن يكون اللي بيعبي بيوزنش صح. احنا ننزل نراجع بقى. يشارك في كل حملة عضو من هيئة الرقابة بمعاونة مسؤولين من تفتيش الصحة والتموين والتهرب الضريبي ومحاولة إحكام قبضة الدولة على الأسعار والسلع وتوفيرها للمواطنين بما يتناسب مع حالتهم المعيشية البسيطة. حملة كبيرة موسعة لضبط الأسعار وضبط السوق من جميع الاتجاهات، من ضمنها برضو الموقف الضريبي. بنشوف المحلات هل هي البطاقة الضريبية، سجل الموردين بتاعهم، هل مسكين دفاتر مش مسكين دفاتر، المخازن هل تم إضافة المخازن دي مش مضافة، هل هو ملتزم، هل بدأ يطبق القيمة المضافة من عدم تطبيقه. كل ده عشان خاطر يبقى فيه تنسيق بيننا وبين الجهات التانية، عشان لو في حاجة بيتعمله، لو في أي قضية أو حاجة بيتعمله قضية عندنا. بسأل على الشهادات الصحية، تراخيص الاشتراطات بتاعت المحل اللي ببتدي أبص عليها، التزامه بالاشتراطات الصحية، ده بيبقى جزء من العمل. الجزء الثاني بيبقى خاص بالمادة الجزائية. الإشارة تقدر إلى أن جميع مكاتب هيئة الرقابة بالمحافظات تشارك في الحملات وتعطي تقارير كاملة عن الأوضاع بكل مصداقية لنقلها إلى كبار المسؤولين لاتخاذ الخطوات المناسبة في المرحلة القادمة. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير اللي احنا تابعناه حالا على الشاشة يقول لنا، يدينا أشارة فقط إنه الجد ابتدى. فاكرين حضراتكم من كام شهر لما الأزمة تصاعدت جدا وبقى في شكوى مستمرة تقريبا يوميا من المواطنين من غلاء الأسعار والارتفاع الجنوني وجشع التجار، وده طبعا بسبب الضمائر المنعدمة من ناحية، وبسبب أوضاع اقتصادية وارتفاع الدولار كمان اللي ساهم في ارتفاع سعر مجموعة من السلع. كانت الحكومة من وقتها عمالة تقول احنا بنحاول نضبط الأسعار، واحنا هنحاول نحكم قبضتنا على الأسواق، واحنا كذا. وانا من وقتها وانا بقول لهم انه الحكومة بتقول وما بتعملش، بدليل انه ما كانش في حاجة بتحصل وما كانش حاجة بتتغير. ثم اتعمل موضوع قانون القيمة المضافة والذي أقر في مجلس الشعب أو مجلس النواب، وقلنا نفس الكلام، قلتوا يا جماعة حطوا القيمة المضافة ما عنديش مشكلة، بس لو ما راقبتوش الأسواق صح العشرة هيبقوا 20، وحتى السلع المعفاة من القيمة المضافة الناس هتحط عليها، وده اللي حصل في السوق. وبرضو لا حياة لمن تنادي. الأمور كلها اتغيرت لما حصل إيه؟ لما تحدث الرئيس بالأمس. الرئيس امبارح هو في مشروع غيط العنب، افتتح الشقق سلمها لمحدودي الدخل والمواطنين، وبعدين راح يتكلم في موضوعات كثيرة منها الأسواق، وقال كده، قال أنا أوعدكم أنه خلال 2 شهر الحكومة ستضبط الأسواق تماما ومش هيبقى فيه غلاء في السعر مهما كانت المبررات. قال الرئيس الكلمتين من دول
13 حملة من الرقابة الإدارية نزلت النهاردة. وزير التموين عمل مش عارف إيه، وزير الصحة عمل إيه، وزير التجارة عمل إيه، ورئيس الحكومة النهاردة عمل غرفة لمتابعة الأمور. طبعا هي سلبية وإيجابية. الإيجابية أن احنا اتحركنا، والسلبية أننا لا نتحرك إلا عندما يأمر الرئيس. أنا خلصت كلامي بقى، ضيوفي الكرام بعد كده هم اللي هيتكلموا. مشرفين الأستاذة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك. أهلا بيك يا سعاد، ازي حضرتك يا فندم؟ مشرفنا أيضا الأستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين. أهلا بيك أحمد بيك، ازي حضرتك؟ ومنورنا أيضا الأستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين. أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ سيبك من فكره ان احنا لا نتحرك الا عندما يتدخل الرئيس، ماشي، دي خلاص دي عاده فينا يعني. حتى فاكره من زمان وقت مبارك ما كان في البنت اللي بتاعت سته ابتدائي دي، ما اعرفش كان اسمها ايه، اللي عملت موضوع انشا وبتاع، الدنيا اتقلبت وفضلنا في الموضوع 14 لحد مبارك قال لهم يا جماعه حلوا مشكله البنت، فتحلت في ساعتها. ما علينا، دي عادتنا ومش هنبطلها يعني. لكن السؤال هنا، هل الاسواق يمكن السيطره عليها في ظل ان احنا دلوقتي في سياسه العرض والطلب والسوق المفتوح والاقتصاد الحر والعرض وكلام من ده؟ هل يمكن السيطره على الاسواق؟ هل يمكن ضبط الاسعار؟ هل يمكن طول الوقت موازنه ما بين احتياجات المواطن ودخله وما بين اسعار السلع واحتياجاته الاساسيه؟ بالتاكيد في ممكن يعني احداث نوع من التغيير في انضباط السوق. كويس. لانه السوق الحقيقه عندنا بيتسم بالعشوائيه الشديده، ولو انت عملت وده برضو ارجع واقول ان انا انه السوق في مصر احنا ناس مش منتجين، ويمكن انت كنت بتتكلم على انه الحل السحري انه زيادة الانتاج والانتاجية وتحسين نوعية المنتج. صحيح. لانه احنا في زمن المنافسة، وما هقدرش اقول زي ايام مثلا الاقتصاد الموجه انه هسعر وغصبا عنهم ملهوش بديل وده، لكن في بالتاكيد السوق وحركه السوق وعمليه طبعا المنافسه بتدي فرصه اكبر لانك انت تحسن اختيار ما تريده. اكيد. فاحنا بنلاقي انه الحقيقه ان في تسيب شديد جدا في الاسواق، ومفيش انضباط في الاسواق نتيجة العشوائية الشديدة اللي بنمارس بيها حياتنا. يعني انت ما عندكش مثلا اسواق منظمة مثلا، فمعظمها اسواق عشوائية. عندك نسبة كبيرة او عالية جدا جدا من الصناعات اللي احنا بنطلق عليها تحت بير السلم او غير الرسمية. صحيح. مفيش اي محاسبة ولا رقابة. في رأيي يا استاذة دي مشكلة المشاكل، ولا رقابة اللي هو عليها. الاقتصاد غير الرسمي او بالبلدي كده بيتسمى الاقتصاد الشمالي. ايوه بالظبط. انت عارف حضرتك نسبته قد ايه؟ يقال انها من 70 ل 80% هي من النسبة، حاجة و60. فانا وده نسبة خرافية. ايوه. غير الشمال اكتر من اليمين، اكتر من الرسمي. ما هو برضو ما عندناش حصر بيه. يعني مشكلة برضو ان احنا لسنوات طويلة بنسيب الحاجة لغاية ما يستفحل امرها، وبعدين تبقى هوبلس كيس وما نعرفش نحلها. لكن احنا لو احنا عندنا قواعد سليمة للسوق وفي انضباط، وفي النهاردة انت في سوق حرة وفي اقتصاد سوق، طب ما احنا الدول التانية احنا واخدينه عن دول اخرى. تمام. الدول التانية بتعمل ايه وان اسواقها مستقرة؟ برافو عليكي. احنا مش هنخترع العجلة، احنا مش بنخلق حاجة جديدة. صح. وبالتالي احنا نشوف بالضبط الناس دي عملت ايه عشان تضبط اسواقها، واحنا كمان ايه دور يعني نشتغل بنظام. احنا يمكن كنا لسه بنتكلم قبل اللقاء نظام التيم وورك. ما ينفعش، ما فيش حد لوحده يقدر يعمل حاجه. مثلا انا 90 مليون نسمه، كل واحد عايز يرمي الكوره في ملعب الاخر، لكن انا النهارده لازم نبقى زي التيم وورك ده. ازاي ان احنا كلنا احنا كمان يا رئيسه كمستهلكين علينا دور، عشان برضو ما نمشيش ده وهنتكلم فيه. بس خلينا نروح للاستاذ احمد رئيس شعبة المستوردين، وأقول له بقى أن أنتوا المتهمين الرئيسيين. يعني أحط بص شاور كده وحط نفسك على السوادة كده ونشن. أنتوا اللي رافعين الدولار، وأنتوا اللي مغرقين السوق بالسلع المستوردة اللي ما بتخليناش نعرف ننافس، وأنتوا اللي عاملين الأزمة بتاعت يعني. أنتوا الحكاية كلها، إحنا المصيبة كلها بعد الشر يعني. هو يعني مع احترام الشديد لما يقال في حق المستوردين، لأن عايزين نفرق ما بين مستورد ومهرب ومحتكر. كويس. ما يقال في حق المستوردين هو كلام باطل في كل تكوينته والحديث والاتهامات ديت. هو بيتقال الكلام ده عشان يعلقوا فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي. تمام. وكلام احنا خلينا واضحة وصراحة، لأن مش هنقدر نعالج أمورنا. لا احنا عايزين صراحة طبعا.
يعني أنا حضرب مثل بسيط جدا عملية القوات المسلحة في موضوع لبن الأطفال. كان بيتباع بستين جنيه منزلينه بثلاثين جنيه وكسبانين فيها في كل عبوة أربعة جنيه. ده ليه؟ لأن كان في شركة وحيدة محتكرة هذه السلعة هي اللي بتستوردها وهي اللي بتتحكم في سعرها واللي بتتحكم في هامش الربح. أنا بدي مثل سريع جدا يعني النص، يعني الراجل اللي كسبان ده كسبان أكتر من نص قيمة البضاعة والتكلفة زاد المكسب التاني. مظبوط. لما تيجي تشوف السلعة بتاعتنا كلها تندرج تحت موضوع الاحتكار التام أو الموت الزؤام في كل السلع. تعال اتكلم بقى على الرز، اتكلم على السكر، اتكلم على اللحمة، اتكلم على الفراخ، على الكلام ده كله. سيادة الرئيس قال امبارح ان احنا هنبذل. طب ثانية واحدة، موضوع الاحتكار ده بيتعمل ازاي؟ احتكار ان الحكومة مخصصة لكل سلعة مجموعة بتديهم الحماية الاحتكارية في ان هم يحتكروا السوق 90 مليون واحد. ودي سلعة سلعة وبأرقامها وعددها. طيب. ومين اللي خليني معاك وبمنطق الشفافية والصراحة دي لحد الآخر. ده فساد ولا ده جهل ولا ده عدم سيستم؟ عشان برضو لما حد ما انا عشان اروح احط المواطنين في رقبه ثلاث اربع شركات في سلعه معينه الزيت مثلا، فهم جاي اقول صلاح ومحمد وابراهيم انتوا بس اللي هتجيبوا الزيت، انا كده بربحهم تربيحات فظيعه وبعمل لهم ممارسات احتكاريه طبعاً. هل ده عشان انا فاسد فبربحهم واربح معاهم، ولا عشان انا جاهل فمش عارف ان الموضوع لازم يبقى فيه منافسه والمنافسه هتخلق تنافسيه في السعر وكذا، ولا انه السيستم نفسه مش موجود فاي حد بيعمل اي حاجه؟ هو فساد مافيا مسيطره على القرار، بيفصلوا القرار لصالح مجموعه احتكاريه، بيتكتلوا حوالين صاحب القرار ويفضلوا يضغطوا عليه ويوهموا له ان القرار ده هو اللي هينقذ الاقتصاد المصري، وان القرار ده هو اللي هينقذ الصناعه المصريه، والقرار دوت هو اللي هيخفض الاسعار، والقرار ده هو اللي هيخفض الدولار. يعني كل اللي بيحصل في السوق ده، وانا باكد قدام حضرتك ان كل دي كلها صناعات لصالح مجموعات واشخاص بعينها. الاسعار اللي موجوده في مصر حاليا مش موجوده في اي حته في العالم، في العالم. اما تيجي تكلم اي سلعه هتجيبها النهارده وحتى السلع الاستراتيجيه الفراخ واللحمه والزيت مفيش الاسعار دي مش موجوده في العالم كله، لان انا عندي البورصه اليوميه وعندي يعني في العالم ارخص؟ طبعا يا سلام. أرخص طبعا. أيوة، بالمقارنة بالدخل الفردي بتاع البني آدم يبقى هم أرخص مننا. لا بعيد عن الدخل. لا طلعين، لا طلعين، لا خلي الدخل على جنب يا رئيسة بالراحة. اللي انت بتقوليه نقطة مهمة بس مش في دي. يعني فكرة المقارنة ما بين الدخل والسلع مهمة في قياس مستوى المواطن ومستوى، لكن أنا دلوقتي بتكلم إنه دخل المواطن 10,000 جنيه أو 1,000 جنيه طلعي القصة دي بره. أنا بتكلم إن السلعة دي، سلعة علبة الزيت دي بتتباع في مصر بكام؟ وبتتباع في لندن بكام؟ وبتتباع في السعوديه بكام؟ هو ده اللي انا عايز اوضحه، هو ده النقطه. الاسعار بعيدا عن القدره بتاعت المستهلك دي على جنب. انا بقول ان مثلا انت النهارده بتتعامل النهارده بكام؟ انا ما بتكلمش على دولار الوقت ولا حاجه، انا بتكلم على ان انا كدخلي كمواطن الدخل بتاعي بالجنيه المصري، فالجنيه المصري ده انا الوقت بعمال اخفض فيه ما انا فاهم، بس ده ملوش علاقه بعداله سعر السلعه. هوضح لحضرتك بس النقطه دي بعيد عن مستوى الدخل بتاع الفرد، لان هو مستوى الدخل ثابت والاسعار عماله تزيد. احنا بنتكلم على حته ارتفاع الاسعار اللي هي عمليه مصطنعه بسبب اللي انا بقوله دوت. انا بقول لك الوزراء مجني عليهم، لان هو الوزير لما بيجي بيتعرض الى مافيا صغار الموظفين ومافيا اصحاب المصالح الشخصيه. تمام. يعني في بعض القرارات وبعض القوانين صدرت عشان تدعم هذا المحتكر في هذه السلعه. تمام. طيب احنا اتهمنا زي ما انت ما بتقول مستوردين هم الشياطين وهم هم هم والكلام ده كله. انت عارف كل الزيطة اللي على المستوردين المحترمين اللي بيدخلوا الدخل الكامل لمصلحة الجمارك، المصنعين ما بيدخلوش حاجة. لان بقى سلعة وسيطة ومواد خام ومعفية ونشجع الصناعة والكلام ده، ودي قصة تانية اسمها صناعة وهمية وكلها مفكات والكلام ده كله. نتكلم فيها بعدين. دي بتمثل 15% من حجم الواردات بالكامل. يعني انت لو بتستورد ب 100 مليار احنا 15 مليار دولار بس احنا اللي هم متهمين، اللي هو صدر قرار من وزير الصناعه والتجاره عشان يمنعهم من الاستيراد 26 مجموعه سلعيه فيها الاف من السلع. قال لك لا ما حدش يجيب الالبان والعصاير. طيب انا هرجع لحضرتك تاني يا استاذ احمد، انا متهيألي نقوم نروح بقى احنا يا استاذ احمد. لا انت سمعت الكلام، اولا كلام الاستاذ سعاد فيما يتعلق بانه السوق فيه فوضى كامله وانه صعب السيطره عليه وان ما فيش نوع من انواع
النظام اللي بيحكم السوق. وسمعت كلام الأستاذ أحمد شيحة المتعلق بأنه الوزراء وفقا لكلامه مجني عليهم أصحاب القرار وأصحاب السلطة مجني عليهم، لأنه في المافيات اللي تحت من صغار الموظفين اللي ليهم مصالح مع المافيات الكبيرة، هم اللي بيعملوا كل شيء. قول لي بقى إحنا نواجه ده إزاي؟ في البداية طبعا يعني أنا ما أقدرش أتكلم بمعزل عن خطة الحكومة بشكل عام أو خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسعار والأسواق. يعني امبارح لما أعلن سيادة الرئيس عن مبادرة أو تكليفه للحكومة بضبط الأسعار والأسواق بصرف النظر عن سعر الدولار خلال شهرين، الوعد الرئيسي ده ما جاش من فراغ، أكيد مبني على حقائق وعلى تقارير وعلى اجتماعات أو سلسلة اجتماعات مطولة مع الوزراء المعنيين وخاصة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. فأنا هاخد من كلام حضرتك والسادة الضيوف وأقدر إن أنا يعني أقول للمشاهد البسيط إيه هي خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ الوعد الرئاسي، باعتبار إن وزارة التموين والتجارة الداخلية هيقع على عاتقها الجزء الأكبر من تنفيذ طبعا هذا الوعد الرئاسي. طبعا. أولا ضبط الأسعار والأسواق أو ارتفاع الأسعار ده مش وليد اللحظة، وبالتالي إن أنا شغال كحكومة في أكتر من ملف من ضمنها ضبط الأسعار والأسواق. وكان من أولى تكليفات السيد الرئيس لمعالي وزير التموين بعد ما تولى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية ضبط الأسعار. أقدر أنقل حضرتك بقى إلى الآليات أو محاور هذه الخطة. أولا لازم أكثف المعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ اللي تابعة للوزارة. تكثيف المعروض وزيادة الضخ من هذه السلع، أولا أنا لازم أشتغل على شق الإتاحة، لأن أنا ما أقدرش أشتغل بمعزل عن القطاع الخاص والقطاع العام. هو أنا آسف يا أستاذ أحمد، هي السلع دي عشان أعمل زيادة معروض منها، وأنا بجيبها منين السلع دي؟ أنا عندي مصدرين للسلع. أيوة. في عندي شركات أو قطاعات تابعة للدولة زي الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتابعة ليها 43 شركة ما بين شركات مضارب، شركات مطاحن، شركات صناعات غذائية زي قهوة فينا وشركات مفهوم. السلع الأساسية. الشركات دي بتنتج، إنتاجها بيتم عرضه في الأسواق وفي المجمعات التابعة للدولة. تمام. وعندي مصدر آخر اللي هو القطاع الخاص، وقطاع وطني وشريف ومهم وما أقدرش أشتغل بمعزل عنه، لأن الناتج المحلي الإجمالي ومعظمه بتشكل من هذا القطاع. مزبوط. وفرص العمل أو العمالة بتبقى موجودة في هذا القطاع، فلازم أشتغل معاه، لأن أنا وفقا للسوق وآليات السوق ما أقدرش أشتغل منفرد أو أعزف الحكومة تعزف منفردة. وعندي الاستيراد، وبالتالي أنا بكثف المعروض من كل هذه المصادر. ولكن زيادة المعروض من السلع زي ما السيد الرئيس قال امبارح أن حصل قوة شرائية زادت في إيد المواطنين، ما قابلتهاش الزيادة في السلع بالدرجة الكافية، وبالتالي لما المعروض بقى ناقص في السوق أو في قلة أو ندرة، فبالتالي الأسعار ارتفعت. ده المحور الأول. المحور الثاني، أنا وفرت سلعة جيدة وبسعر مناسب، وأنا بتكلم هنا عن دور. هو اللي حضرتك قلته ده متعلق بشريحة معينة اللي زالت عندها القدرة الشرائية أو عندها قدرة شرائية ولا تلاقي عرض كامل من السلع اللي يعمل لها إتاحة. زادت القدرة الشرائية، بس أنا بتكلم على الشريحة الأكبر اللي هي عندها معاناة، اللي هي دخلها زي ما هو، زيادة الأسعار خلتها غير قادرة على الوفاء باحتياجاتها حتى من بعض السلع الأساسية. هي دي الشريحة الأكبر واللي تهمنا بالمناسبة. والشريحة دي أنا في وزارة التموين والتجارة الداخلية دي الشريحة اللي أنا شغال عليها وبستهدفها. أقول لحضرتك ليه؟ أنا شغال في منظومة تموين بتغطي أكتر من 69 مليون مستفيد بيشتغلوا من خلال 19 مليون بطاقة تموين. أعتقد دي الشريحة الأكبر أو السواد الأعظم من المصريين شغال من خلال منظومة الدعم. أنا تحتله من خلال منافذ الدولة أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من السلع دي. لما أتحله السكر بخمسة جنيه، الرز بأربعة جنيه ونص، أيضا أتحله الدواجن بعشرين جنيه واللحوم الطازة بستين جنيه، أعتقد أن دي أسعار في متناول الجميع. وحميته بمنظومتين أساسيتين اللي هي منظومة التموين ومنظومة نقاط الخبز. المنظومة دي بتكلف الدولة مليارات. أنا لحد النهاردة أنا صارف تموين فقط للمواطنين دول بمليار جنيه سلع، وصارف لهم نقاط خبز 445 مليون جنيه. إذن ده من إمتى؟ ده حضرتك في شهر سبتمبر. يعني من يوم واحد ليوم 20 أنا صارف نقط عيش فقط 445 مليون جنيه. صرفتهم لمين؟ صرفتهم للمواطنين دول. صرفت سلع التموين بمليار جنيه. طب انا جبت المليار جنيه دول منين؟ ده من موازنة الدولة. اذا في سلع، اذا في مواطنين، في عملية بيع وشراء. تمام. لازم الجزء الثاني بالتوازي مع تحت السلعة لازم اتيح المنفذ للمواطن. انا عندي مشكلة في عدد المنافذ. عدد المنافذ مش كافي، لكن هل قلنا عدد المنافذ مش كافي وسكتنا؟ لا، انا عندي كم منفذ تابع للوزارة او بتديرهم الوزارة. عندي اكتر من 35 منفذ سلعي ما بين بقالين تمونيين، وده قطاع مهم وحيوي. 35 دول فين؟
في مصر في 27 محافظة، عندي 30,000 بقال على مستوى الجمهورية، وعندي أكتر من 1500. يبقى 35,000 من أصلا أنت قلت عندي 30 منفذ. أكتر من 35,000 منفذ. ألف في النص. ألف منفذ. 35,000. ما بين 30,000 بقال على مستوى الجمهورية وما بين منافذ المجمعات الاستهلاكية وجمعية ومنافذ الجملة، دول تقريبا 4,500 منفذ. تمام. دول في اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك. طيب أنا عارف إن منظومة الخبز حصل فيها إنجاز. منظومة الخبز ونقاط الخبز دي أعتقد ما فيش دلوقتي مواطنين بيشتكوا من طوابير العيش زي زمان. بس منظومة التموين خاصة بالسلع الأخرى لسه فيها مشاكل، وموضوع الكارت الذكي والحاجات دي لسه فيها معاناة. فأنا في رأيي إنه العدد الأكبر لسه لم يستفد بعد من هذه المنظومة بالشكل المحترم. هي المنظومة زي ما قلت حضرتك عندكم الشكاوى أكتر من عندنا. بتخدم كام؟ أكيد في شكاوى. مش مهم تخدم كام، المهم ما أنا هقول لحضرتك وصلت لكام. بتخدم كام؟ أنا عندي لو نسبة خطأ 1%. لا 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 ده لا ده مليون مواطن عندي في مشكلة. خد مني نسبة خطأ كبيرة. طب ما أنا أقول لحضرتك حتى لو كانت النسبة 1% هتعمل مليون مواطن. مظبوط. طيب أنا بشتغل في المنظومة دي وبتيح السلع اللي قلت لحضرتك عليها. مش هكتفي ان انا اتيح سلعه جيده بسعر مناسب واوصلها في ايد المواطن، لان الدوله بتبذل مجهود انها تتعاقد على السلع الاستراتيجيه دي، وبتبذل فيها مجهود في التفاوض مع الموردين ومع القطاع الخاص، وايضا بتتيح المنفذ، وعدد المنافذ غير كافي. عشان كده عملنا مشروع جمعيتي اللي بيستهدف ان انا افتح 14,000 منفذ، وبالتالي يبقى انا مغطي كل الجمهوريه. في بعض المناطق ما فيهاش منافذ ثابته، يبقى انا يبقى عندي مجموعه من السيارات المتنقله اللي بتجوب الاحياء والشوارع اللي فيها الاسعار. اسمح لي نروح لفاصل ليه تعقيبات باش عشان منظومه بعد الفاصل. بعد الفاصل نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نسمع تعقيبات ونسال ضيوفي مجموعه من الاسئله الاخرى اللي تحاول انها تقفل القصه، وكمان لو في وقت ناخد تليفون بتاع حضراتكم نسمع ارائكم. الكلام مع الأستاذ أحمد واتكلم عن المجهودات اللي بتقوم بها وزارة التموين من أجل تقديم الخدمات المختلفة للمواطن. الأستاذ أحمد شيحة كان له تعقيبات على اللي اتقال. هو تعقيبات إن احنا حاصرين وزارة التموين في موضوع الدعم الخاص بالسلع التموينية. احنا جايين النهاردة بالنقي، يعني السلع التموينية هو الخبز والرز والسكر والزيت، 5-6 سلع، والدولة بتستنزف في هذا الموضوع لدعم هذه السلع للناس الغلابة. أنا من خلال المكان ده بوجه رسالة للناس الغلابة، انتوا ما بتاخدوش حقكم في التموين. الفساد اللي موجود في هذا الموضوع او في هذا الملف ده محتاج مراجعة، لان اللي انا بديله 15 جنيه بتاع الخبز المفروض ياخد 45 جنيه، ورغم كده ما تقول لي 76 مليون واحد بياخدوا دعم، ده كلام غير منطقي، لان ما عندناش 76، لا يتجاوز 40 مليون. احنا عايزين نحول، عشان ما تقولش الناس انت بتطلب، نحول الدعم من دعم عيني الى دعم نقدي. الراجل بقى عايز ياكل 5 رغيف ياكل رغيف ياكل، عايز ياكل مكرونه النهارده، مش عايز ياخد زيت، انما العيل يتولد يديله 5 ترغيفه. طب عيل عنده شهر وشهرين بياخد 5، عشان يضخموا اجمال الدعم، وعشان يحصل بقى منظومه الفساد اللي بدات من القمح، وبعدين هتدخل على المطاحن، وبعدين هتدخل على المخابز، وفي الاخر المواطن الغلبان ما بياخدش حقه. النقطه الثانيه، مش هنحصر نفسينا على الزيت والسكر وبتاع، والدوله بتستنزف كتير. هو غلاء الاسعار في الموضوع ده بس؟ لا، ده غلاء الاسعار في كل حاجه. صحيح. يعني انا جاي اتكلم النهارده مش على الزيت والسكر وبتاع، ومن ضمن الحاجات اللي احنا من ضمن احتياجاتنا اليوميه الزيت والسكر والعيش، ولكن انت عندك كل سلعك او استخداماتك اليوميه زادت، ملابسك، اكلك، شربك، تنقلاتك، عربيتك، تكييفك، الكلام ده كله، ما دي كلها احتياجات للمواطن بتبقى عبء عليه. مزبوط. الموضوع الملف، وانا برضه عشان ضيق الوقت انا عايز اقول لحضرتك كلها ازمات مصطنعه، وكلها ازمات لصالح مجموعه. كل القصص اللي حصل دي من اول الدولار لزيادة الأسعار والاحتكار كلها بتحوط حوالين 150 عيلة بيتحكموا، أو 150 شركة خارجية وأجنبية. لما تيجي تلاقي سلعة معينة زي الزيت، ينفع أن 3-4 شركات يجيبوا زيت ل90 مليون واحد، وبعدين هيئة السلع التموينية أو وزارة التموين ما بتشتري من الناس دي؟ وانت فاكر مثلا المناقصه بتاعت القمح اللي صدرت دي، وبعدين لما جينا وده برضو بسبب التخبط اللي صدر، وزير الزراعه يقول لك لا مش هنجيب غير بنسبه زيرو في الارجوت. طب ما دي نسبة عالمية. طب وانت بتصدر القرار ده وعندك تعاقدات، ده العشوائية في الموضوع ده. لا، لابد من مراجعة السياسات الاقتصادية. وبأكد تاني، الأسعار دي أسعار مفتعلة لصالح مجموعة. الدولار لغاية دلوقتي غير قيمته الحقيقية، قيمة الدولار الحقيقي اللي موجود فيه
200 مليار دولار بره البنوك موجودين في البيوت بسبب القرارات اللي صدرت دي. في 200 مليار دولار موجودين في البيوت. البنك المركزي لما اصدر القرارات اللي هي بتعوق انك تستخدم فلوسك وحد السحب والفيزا والكلام ده، الناس كلها خدت فلوسها وخلت نكسب 30 و35% في الدولار. مجموعه القرارات واعاده تنظيم الموضوع دوت، وبعدين الوزير لما يطلع يصدر قرار مش لازم يكون عنده رؤيه مستقبليه للي هيحصل، ايه رد فعل القرار، تاثيره علاقاتنا السياسية طيب. علاقاتنا الدولية وهكذا. خليني يا أستاذ أحمد أسأل أستاذ سعاد فيما يتعلق بقى بدور المجتمع المدني وحماية المستهلك، إنه عملت طفرة وعملت نقلة مهمة، لكن في النهاية برضو المواطن بيقول لك لسه حماية المستهلك مش الظهر الجامد اللي احنا لسه يقف ورانا ويحمينا من جشع التجار. احنا ازاي نفعلها؟ ما عندناش الآليات، معلش تم، ما عندناش الآليات صح. الكاملة ان احنا نقدر نقف معلش قدام غول الأسعار ده، ولا التجار ولا المحتكرين اللي انت بتتصورهم. هم صوتهم أعلى، هم قراراتهم، هو انا بقولش ان كل التجار جشعين، لكن في ناس جشعة، في ناس فعلا فاسدة، في ناس محتكرة، في ده موجود في مجتمعنا، واحنا اقتصادنا كله مبني على مجموعة المحتكرين اللي زي ما قال الأستاذ أحمد عليها. لانه ده نتيجة ايه؟ ان انا اعتمد رئيسي على ان كل السلع بجيبها من الخارج. انا عندي حتى المنتج المحلي اللي موجود لا يكفي ان انت يسد احتياجات اللي موجودين، وبالتالي حتى السلع اللي انا بصنعها وبنقول عليها صنع في مصر، لا اما جزء من المكون ده، لا اما المكون نفسه كله بيبقى جاي أجنبي من الخارج. فانا لما جيت عملت الاجراءات اللي هي بتاعه رفع سعر الدولار وعملت نوع من التحجيم للعمله الصعبه، ده بالتاكيد اثر على اللي جوه. كل واحد عنده حجم من السلع خباها علشان ان هو طبعا يعطش السوق زي ما بيقولوا، وبعدين في الاخر يبيعها بسعر مرتفع. طيب. وبعدين السعر زي الاواني المستطرقه بالضبط، لما سعر سلعه بيرتفع كله بيعلى معاه، وكل واحد وعلى فكره اللي بيعلى عندنا ما بينزلش. وبالضبط، لان الفتره اللي فاتت مثلا، السنه اللي فاتت كانت اسعار مثلا السلع الغذائيه كلها انخفضت، وانه على اساس البورصه العالميه، احنا في مصر كانت العكس. ما عمرناش احنا شفنا الا يمكن السلع اللي هي القابله اللي في المواسم اللي قابله للتلف، ان ممكن ايه تقول لك ايه ده اصل الطماطم بسعر وبعدين تيجي ينخفض سعرها تاني. لكن السلع المصنعه او السلع المنتجه ما بنشوفش ان هي طيب خليني بعد اذنك لما ندخل بقى ايه في يقول لك نعمل عروض ونعمل مش عارفه ايه والكلام. خلينا ناخد اتصال او اتنين من الساده المواطنين نسمع بعض ارائهم. معانا اتصال من الاستاذ محمد من الشرقيه، اتفضل يا استاذ محمد. الو، مساء الخير يا تامر بيه. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وسلامه. ممكن صدر حضرتك يتسع وتسمعني دقايق بسيطه كده. اتفضل يا فندم. بالنسبه للتموين، انا راجل شغال اداري في مدرسه بالعقد منذ 5 سنوات. مرتبي الشهري 55 جنيه. تمام حضرتك؟ بروح بالفيزا مديني فيزا كمان، شهر البلدية ما يضحك مديني فيزا. باخد ال50 جنيه وبياخدوا مني ال5 جنيه. تمام حضرتك؟ تمام. والله العظيم ممكن تسأل محافظ الشرقية وتقول له عندك 18,000 واحد موظفين في التربية حضرتك والتعليم. إداري في مدرسة بالتعاقد. في مدرسة. موجودين تمام. في إدارة جملة ما تتقاضاه من المدرسة 55 جنيه. 55 جنيه. عيننا الدكتور عزازي الصحفي اللي كان محافظ الشرقيه رحمه الله عليه، وحطينا في ايد امينه، بس الايد الامينه لسه نسيانه شويه، وادينا 5 سنوات، فامل الفريق عبد الفتاح السيسي ان هو يكون سامعنا. بياخد 5 جنيه ويسيبوا لنا 50 جنيه. بنروح بقى عشان خاطر بال 50 جنيه دول، اهم حاجه عندنا ازازه الزيت وكيل السكر. احنا كيفه شاي وبنقلي بطاطس وبنقلي بتنجان، وده لحمتنا وسمكنا وفطورنا وغدانا وعشانا. تمام. بتروح لبقال التومين بيقول لك المؤسسه في مركز ومدينه الحسنيه محافظه الشرقيه فيها جبنه فيتا وفيها تونه وفيها سلكه معين وبريل. طب تونه انا وعيالي عاوزين طشت تونه عشان نتغدى ونتعشى.
العيال طبعا داري على الرز وداري على الخضار زي ما حضرتك عارف احنا فلاحين. تمام. فعاوزين حل التونه وعاوزين طب هنعمل ايه بالتونه وبالجبنه وال55 جنيه اللي هم بياخدوا منهم خمسه وفضل 50 جنيه هيجيبوا لي زيت زيت ولا يجيبوا لي رز ولا يجيبوا لي خضار ولا يجيبوا لي ادفع كهرباء ولا ادفع ميه؟ انت بتقول اساسا البقاله قال لك في بريل كمان؟ قال لي في بريل مواعين. طب انا قلت له انا بغسل المواعين يبقى قش الرز، بجيب قش الرز من على سطح البيت كده احنا فلاحين يا استاذ سامر. تمام. واجيب شويه رمله صفرة رمله صفرة واغسل بيهم المواعين، مش عاوز بريل. اللي اجيب بيه بريل اجيب بيه عيش لعيالي، اللي اجيب بيه بريل اجيب لعيالي شويه خضار لو شويه فاكهه لو انا بروح اخر السوق كده بلم اللي فاضل من السوق. انا اقل كيلو فاكهه النهارده ب 15 20 جنيه. تمام حضرتك؟ خليني برضو طب النبي يا رائد، يعني الراجل بيتكلم عن قش الرز وبتاع وانت جايب له لحمه في البتاع التاني، يعني برضو الاحساس حلو. يعني في اخواتك غلابه والله. اللحمه دي احنا ممكن اللحمه دي يا استاذ سامر احنا بنسمع عنها زي ما كنا بنسمع على حشيش. الحشيش متوفر في السوق عن اللحمه بصراحه. انا عارف البنج والحشيش متوفرين عن اللحمه صح. لكن انا والله العظيم ثلاثه عاوز اقول لحضرتك ان اللي شفته امبارح اللي عمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ده الشمعه المنوره في الطريق المظلم. فانا بقول يمكن في يوم من الايام يحنوا علينا احنا خمس سنين ولسه ما ثبتناش. ونفسي حضرتك تجيب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره تقول له عندك 18000 موظف بياخدوا 55 جنيه من خمس وصلت سنين. يا استاذ محمد انا مش صدري رحب بقى ليك، انا صدري ضاق الحقيقه باللي انت قلته. يعني الحقيقه مش عارف اقول لك ايه غير انه الصبر طيب، الصبر طيب. يعني ما عنديش حاجه اقولها لك لو جبت لك اسمه ايه بيل جيتس نفسه عشان يقول لك كيف تدير بيتك ب 55 جنيه في الشهر مش هيعرف. بيل جيتس نفسه هيخش السرايا الصفراء. طيب ناخد الاستاذ عادل من القاهره. اتفضل يا استاذ عادل. مساء الخير يا استاذ. مساء الفل يا ريس، اهلا وسهلا. اهلا بيك واهلا بضيوفك والصديق احمد جمال ويعرفني انا اخوك عادل شبيب مدير عام وعضو مجلس الاداره المنتخب في شركه تسويق الارز احدى شركات الشرقه القطر للصناعات الغذائيه. تمام عارفه؟ طيب اكيد وعارفني عشان انا زملكاوي وهو اهلاوي. تمام ماشي. بص يا تامر بيه قول يا باشا. احنا دلوقتي انا راجل نوبي ماشي ومواليد مصر الجديده وانت عارف اهل النوبه اجدع ناس ماشي. انا اكلمك بالصراحه ماشي. الرزق والموت بيد ربنا. الفترة دي هي اللي فيها السيسي بيتحرق دمه، الطابور الخامس عايزين يوقعوه. ماشي؟ تمام. طبعا انت عارف ان هو من الطابور الخامس. تمام. بعد رجال الاعمال. رجل الاعمال يا تامر بيه دينه ووطنه الدولار. ماشي؟ والمشكلة يا ريس احنا عندنا عقل ونفعل العقل قبل تفعيل القلب. المشكلة اللي احنا ممكن نحلها جدا وسهلة جدا. انت بتدعم بالمليارات زي ما احمد بيتكلم. المليارات ديت لو سيادتك انت راجل فلاح وعندك 10 فدادين او 5 فدادين وانا كحكومة اديتك ملتزمات الزراعة من السمات وشتائل وكل حاجة. ماشي زي ما الرز مثلا. اضرب على الرز مثلا. انت عندك 5 فدادين بتزرعهم رز. ماشي يا ريس؟ انا لما اديلك الشتلات واديلك المواد اللي تبني بيها الزراعة بتاعتك كلها الفدان بيطلع 3.5 شعير، وانا اخد منك 50% من انتاجك بسعر اللي انا احدده بعد ما شفت تكلفتي، وال 50% الثانيين اقول لك ضعهم انت للقطاع الخاص، ضعهم للقطاع العام، واخد بالك؟ انا ضمنت 50%، انا ضمنت 50% لاكل الشعب المصري بسعر اللي انا عاوزه، وعلى فكره الموضوع دوت انا كتبته في منطقي جدا والله. فكره منطقيه جدا، فكره منطقيه ممكن دراستها والاخذ بيها. انا طبعا مش متخصص لكن فكرة، هي فكرة ان انا اقدم الدعم في صور دعم انتاجي، يعني اخلي الفلاح بدل ما هو بيروح يتخانق على شكارة الاسمنت بقد ايه ولا السماد بقد ايه ولا الـ اسمها ايه مكافحة الفيروسات الحاجات اللي بيحطوها في البتاع بفلوس قد كده، فبيقولك في الاخر الانتاج بيبقى فلوسه اقل من الصرف اللي انا بصرفه، فبيقولك انا اولع في المحصول احسن، فلما اديله الحاجات دي ببلاش وبعدين اشاركه في ارباح المحصول وجهة نظر. يعني نفكر افكار كلها خارج الصندوق بدل ما انا عمال الف باسم الافكار القديمه والباليه. هو التجار بيروحوا يتعاقدوا مع الناس الفلاحين دولت وبيدوا لهم فلوس مقدما، وبعدين بيبقوا يتعاقدوا على المنتج نفسه. صحيح. وبعدين بياخدوه ياخدوا المنتج ده ويبيعوه، يعني بنفس الحكايه. طيب هنا السؤال ومعانا الاستاذ احمد من وزارة التموين. يعني احنا سمعنا كلام سواء من السادة المشاهدين واعتقد انه كلام محترم جدا، الناس كلها مع ان انت شايف المعاناة عاملة ازاي، 50 جنيه في الشهر ومع ذلك الراجل بيقولك عندنا امل ومكملين بس ايه ساعدونا.
طب انتوا عندكم قياده جديده في وزاره التموين متمثله في اللواء محمد علي مصلحي، واللي كل الكلام لحد دلوقتي ايجابي جدا عنه ومستبشرين جدا بسواء انضباطه او افكاره او حماسه لخدمه الناس. طب ما تيجي نفتح الملفات اللي اتكلمنا عنها واللي اشار اليها الاستاذ احمد دلوقتي والاستاذ سعاد في فكره انه في بعض الممارسات الخطا وفي بعض السيستم الخطا وفي بعض المحتكرين وبعض اصحاب المصالح اللي لازم نفتح الملفات دي وندورها. ليه ما يبقاش في صفحه جديده ونجيب الناس اللي ايديهم في السوق، يعني المستوردين والتجار والصناع، ما الناس في ايديهم في السوق، ما نجيبهم ونعمل قاعده، مش لازم نحضر احنا اعلام، اعملوها في السر، اداري على شمعتك تقيد، بس في النهايه ما كان حادث ومسبب النتيجه الغلط دي نغيره. لو حضرتك يعني كملت ملامح الخطه اللي شغال عليها وزاره التموين والتجاره الداخليه كنت هتكلم حضرتك على النقطه دي. انا لما بشتغل او بعمل منظومه ما بعملهاش بقرار منفرد او من فوق ان الوزير هياخد قرار ويتطبق ممكن يلاقي عوائق او عقبات في الشارع. وبالتالي لما باجي اصيغ منظومه او ابني منظومه من اسس نجاحها ان انا احط الاساسيات عشان اضمن ان هي تنجح وتستمر. ما اقدرش احط منظومه سواء لضبط الاسعار أو إن أنا أمنع الاحتكار إلا لما بشتغل مع القطاع الخاص، وأقصد هنا القطاع الخاص إن هم أصحاب المصلحة أو الشركاء المعنيين، أنا ما بشتغلش في السوق لوحدي، أنا عندي بس ما خد بالك ما هو الانتقاد هنا يا أستاذ أحمد إن هو بيقول لك أنتوا لما بتقعدوا مع القطاع الخاص بتقعدوا مع المافيا، مش أنت، أنا مش بتكلم عليك أنت طبعًا أو كذا، بتكلم على الحكومات السابقة أو الأنظمة السابقة، إنه دلوقتي أنتوا معاكم مثلًا بتوع الزيت اللي بتاخدوا منها الزيت أربع شركات زي ما بيقول الأستاذ أحمد. فيوم ما بتيجوا تحطوا منظومه جديده يجي وزير جديد زي وكاله حنفي او اللي قبله او يجي وزير جديد ويقول ها بسم الله الرحمن الرحيم طيب هاتوا لي بتوع الزيت فيجيبوا له ثلاثه اربعه اللي مستفيدين اللي هم المافيا فبالتالي ينصحوه غلط ويقولوا له معلومات غلط ويوصلوا له صوره تؤدي الى زياده تربحهم بدلا ما الناس تستفيد. فهي المشكله في كده. طيب اقول لحضرتك بقى احنا واجهنا المشكله دي ازاي؟ أنا لما بقعد مع التجار أو بقعد مع القطاع الخاص أنا ككيان رسمي بقعد مع الكيانات الرسمية تنظيم عمل التجار بيتم من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية كويس ودول أكثر من 3 مليون منتسب في الاتحاد التجار في عندي ناس تجار وفي مستوردين بشعبهم المختلفة وأغلبهم تجار في السوق وأصحاب مصالح وليهم تجارة بيدافعوا عنها وليهم مصالح بيدافعوا عنها. أنا ما أقدرش أشتغل بمعزل عن المثلث بتاع القطاع الخاص والمجتمع. عارفين يا ريس هو السؤال المهم أنهي في القطاع الخاص؟ أنا ما هو ده الكلام أنهي في القطاع هم ما لا يتغيرون. هي دي مشكلة ما لما أجيبهم لغاية النهاردة هم هو بيقول كلمة مهمة جدا هو بيقعد مع الكيانات الرسمية اللي بتمثل التجار تمام اتحاد الغرف واتحاد الصناعات والشعب والكلام ده كله هم دول اللي بيوجهوهم في الامور اللي هم عايزينها اللي بيرسموا ده كلامه مظبوط 100% والكلام اللي انت بتقوله مظبوط 100% ان القصه كلها بتدور في دايره مغلقه يعني زي ما بتقول الوزير الجديد جه اندهوا لي الناس التجار في الزيت هم الثلاثه الاربعه اللي هو ده اللي انا بقوله وعلى فكره هو الوزير بيبقى نيته كويسه اللي قبليه واللي قبليه يعني الوزير نيته كويسه يقول للاستاذ احمد يلا بقى انده لنا الناس بتوع الزيت فهيجيب ثلاثه اربعه اللي هم اللي بيوردوا للوزاره قلت الوزراء مجني عليهم الوزراء مجني عليهم ديت 95% منها بتيجي مستورده من الخارج طيب الزيوت دي وتعبق طيب. يعني خدت بالك يا احمد بالنقطه انا كلام حضرتك مظبوط وكلامهم مظبوط لكن انا عشان برضو اتدخل كدوله وامنع احتكارات المجموعه دي او غيرها لازم يبقى انا ليا القياده والرياده في السوق وده ما بيجيش بالفراغ هيجي من بعض الارقام اللي اقول لحضرتك عليها انا القياده والرياده ازاي انا عمري ما هيبقى ليا قياده والرياده لا ازاي حضرتك انا مش منتج يا ريس طب اقول لحضرتك ممكن اعمل ده ازاي او احنا عملنا اصل الدوله هي اللي بتقول أيوة. الدوله بتقول انا مش هخش في منافسه القطاع الخاص انا مش منتج انا مشرف ومنظم يعني انا اساسا من مبدا الدوله ولا الدوله مبداها اختلف يعني دور الدوله او دور الوزاره بيشتغل وفقا لاليات وقواعد السوق الدستور قال كده مزبوط. فبالتالي انا بتدخل بعمل ايه انا بتدخل بشق الاتاحه انا ببقى ليا النصيب الاكبر من التعاقدات في السلع الاستراتيجيه مزبوط. لما بدخل في القمح لما يبقى عندي كل انتاج السكر او 95% أيوة. السؤال بقى بتتعاقد مع مين ما هو انت على فكره انت مش انت 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 هم انت بالبلدي كده من الاخر انت اللي بتخلق السوق انت اللي بتعمل الكيانات وانت اللي تقدر تنسفها انت اللي تخلق المافيات وانت اللي تقدر تلغيها ما هو انت دلوقتي بتقول انا اقدر ايه انا اللي بعمل التعاقدات فانا اللي في ايدي الريموت كنترول مظبوط لما اعمل تعاقدات على مجال اوسع على مجال مختلف على قاعده وسكيل اوسع هعمل تنافسيه وهعمل اتاحه واخلي الناس تشتغل وشركات تانية تكسب انا عايز شركات تكسب على فكره القطاع الخاص وهتاخد سعر احسن
انا خليني بس اكمل اصل انا قدامي دقيقتين فيلا سريعا كده انا يعني لما بتدخل اكثر من كده بكتير ثلاث ايام بتدخل اكثر الاحتكارات دي لما عملت ده ونجحت في القمح وبقيت انا اليد الاولى من خلال هيئه السلع بدون وسطاء ان انا استورد القمح عملت ده في اللحوم لما تعاقدت مع دوله السودان الشقيق على 800,000 راس تكفي احتياجات مصر لثلاث سنين قدام عملت ده لما يبقى انتاج السكر من شركه السكر والصناعات التكامليه من عندي عملت ده لما عملته في الدواجن وتعاقدت على اكثر من 50,000 طن كده انا ضمنت الرياده في السلع الاساسيه انا بتكلم حضرتك في نطاق عمل وزاره التموين اللي يعني الجزء الاكبر منه بيبقى السلع الاساسيه اللي هي الزيوت السكر الرز اللحوم الدواجن كل دي انا ليا اليد الاولى فيها واليد العليا بس لحد دلوقتي الزيت لسه مالكش اليد العليا لا انا بستورد 95% ولا الفراخ هو بيتلقى بالناس مجموعه بالمستوردين يعني هم ما بيتعاملش دايركت لا حضرتك الحاله الوحيده اللي عملوها في اللبن الحاله الوحيده اللي عملوها في اللبن شفت فرق الاسعار وصل كام من 60 ل 30 قيس بقى انا مش لو هجيب لك سلعه يعني هدي لحضرتك مثلا في الفراخ السنه اللي فاتت الفراخ كانت 1800 طن تسليم اسكندريه و1700 السنه دي ب 1400 السنه دي غلت عن السنه اللي فاتت سعر البيع المستهلك 6 7 جنيه في الاسعار لو انت عملت منافسه زي ما بقول لحضرتك ما بين يعني الحكومه بتتحمل اعباء كتيره وبتدفع فرق عشان تدعم لا سيبوا منافسه شريفه الاسعار هتبقى ارخص من اللي بتقدمها الحكومه يعني النهارده انت بتدفع 32% على الفراخ ليه انتوا بتدفعونا 32% على الفراخ ما انها سلعه استراتيجيه يقول لك عشان حمايه الصناعه المصريه طب يا حمايه الصناعه المصريه اللي بتنتج 15 او 20% من الاحتياجات وانت مضطر تسافر تجيب من بره من بتاع ما تلغي ال 32% والفرخه اللي بتتباع ب 24 و25 مش هزيد عن 16 جنيه رغم ارتفاع الاسعار 30 جنيه وهكذا يعني ده مثل واحد بس الصفحه الاولى من هذا الملف لانه الحقيقه مش هينفع نختم الكلام من غير ما نقول ان الحديث بقيه يعني انا هنتفق مع ضيوفنا الكرام وفقا لاوقاتهم يبقى في مره واثنين وثلاثه واربعه لان الكلام يطول احنا كلمنا في محور او اثنين بس لسه في 10 15 محور في الموضوع واحنا بنتابع ده هنتابع كمان الاجراءات اللي عملتها الحكومه بناء على تكليفات الرئيس وصولا الى ضبط الاسواق. استاذ احمد انا بشكرك شرفتني يا استاذ شكرا جزيلا شكرا استاذ احمد شرفتني ونورتني انا بس هنسعد بيكوا تاني ان شاء الله نفسي بس اقول حاجه في ثانيه ان الحل هذه الحل الحقيقه الجدي انه الاطراف كلها تتعامل مع بعضها يبقى في نوع من التنسيق بين الجهات صح نقعد على ترابيزه واحده لان هي مش مشكله حد لوحده ولا مشكله ولا حل عند حد لوحده احسنت فاحنا كلنا المفروض نتعاون جميعا سواء قطاع خاص سواء حكومه سواء مجتمع مدني علشان في الاول والاخر دي مصلحه وطن شكرا جزيلا شرفتوني ونورتوني بشكركم شكرا جزيلا خلصت حلقتنا النهارده اشوفكم بكره على خير ان شاء الله شكرا